دعنا نعرض مجموعة الأوراق التالية. الورقة الأولى هي ورقة صكوك الغفران التي كان المسيحيون يبيعون فيها أراضي من الجنة للناس، وعليها صورة ساخرة لصق مكتوب عليه $90 مرتجعة لك لو تبين لك أننا نكذب. الورقة الثانية والثالثة هي لنفس الشيء إسرائيل. الورقة الأولى منهما عليها صورة جندي إسرائيلي يقف حارسا وأمامه نجمة داود مرسومة باللون الأبيض، والورقة الثانية منهما عليها صورة قتال بين جندي إسرائيلي وبين مقاومين فلسطينيين، إحداهما سيدة محجبة ترمي عليه الحجارة. الورقة الرابعة هي ورقة الأمم المتحدة، وعليها صورة رجلين في أزياء رسمية يصرخان في بعضهما البعض، أحدهما أسود والآخر أبيض. الورقة الخامسة هي ورقة جائزة نوبل للسلام، وعليها صورة امرأة تبدو خبيثة ترتدي قلادة كبيرة. الورقة السادسة هي ورقة روسيا، وعليها صورة الكريملين. دماء على أرض الميعاد 1500 بعد الميلاد إلى 1948 بعد الميلاد. سابحا في بحر أفكارهم كان يغوص فيها ويجول، يمسك بعض أفكارهم في يده ذات الأظفار الطويلة وينظر إليها من وراء قناعه الأبيض المخيف ويبتسم ويطمئن. كنت تراه عن بعد فلا تدري من هو وكيف يسبح في بحر أفكارهم هكذا، ثم لم تلبث أن عرفته. كان هذا هو الشيطان المريد اليهودي ماستيم. كان يسبح في بحر أفكار مذهب مسيحي جديد، مذهب ظهر في أوروبا فجأة بعد أن طرد اليهود منها. كان ماستيم يسبح في بحر أفكار أصحاب المذهب البروتستانتي. اليهود هم أبناء الله وخاصته، والمسيحيون هم الغرباء، والغرباء لابد أن يرضوا أن يكونوا كالكلاب التي تأكل الفتات الذي يسقط من مائدة الأسياد. مارتن لوثر وجد هذه الفكرة في بحر أفكارهم تتهادى، فكرة لفتت انتباه الشيطان اليهودي، فكرة قالها مارتن لوثر مبتدع المذهب البروتستانتي كله، الرجل القسيس الذي كره سلطة البابا شبه الإلهية، كره بيع صكوك الغفران التي تضمن للناس حفظا من النار وفدادين في الجنة، كره عدة أمور أخرى وعارضها بعلنية وحماسة شديدة. وفي مذهبه هذا كان يتقرب اليهود ويعارض اضطهادهم وطردهم من البلاد ومعاملتهم على أنهم المذنبون الأبديون قاتلوا المسيح. دعكم من الإنجيل لأنه محرف، إن الكتاب الصحيح الوحيد هو التوراة اليهودية ولا شيء غيرها، وبالنسبة للتلمود فلا يجب علينا أن نحرقه بكل هذه القسوة. مارتن لوثر فكرة أخرى أمسكها بيده وصار ينظر إليها بتمعن، فكرة وضعت التوراة اليهودية مكان الإنجيل في هذا المذهب المسيحي الجديد. اتهمه المسيحيون التقليديون الكاثوليك بأنه يهودي متخفي. بعد فترة تغيرت أفكار هذا الرجل لتنتج شيئا غريبا نوعا ما. اليهود كائنات يجب التخلص منها فورا، ديدان مقززة وخبثاء وملعونون إلى الأبد، يجب أن نسلب منهم جميع كتبهم ونحرقها، لابد أن نطردهم جميعا من بلادنا. مارتن لوثر نظر ماستيم إلى الفكرة بتعجب. ألم يكن الرجل منذ قليل محبا لليهود متقربا إليهم؟ وبينما ماستيم يفكر إذا ناداه الأفعى سيربانت نداء، فهم منه أنه رغم أن أفكار هذا الرجل أصبحت معارضة لليهود إلا أنها كانت صهيونية في نفس الوقت. بدأ ماستيم يسبح باحثا عن تلك الأفكار الصهيونية في بحر العقلية البروتستانتية، حتى وجدها مكتوبة بخط أحمر مشع وسط كل الأفكار الأخرى. علينا ألا نعيق ذهاب اليهود إلى فلسطين، بل إن علينا أن نعطيهم
كل ما يحتاجون إليه في رحلتهم تلك، لأنه لما يقدر اليهود أن يقيموا لأنفسهم دولة في فلسطين سينزل المسيح عيسى ليخلص العالم من الشر. مارتن لوثر: إن هذا الفكر هو الولادة الحقيقية للصهيونية، فقد خرج قبل أن يولد هيرتزل، بل حتى قبل أن يولد ساباتاي زيفي. ترك ماستيم أفكار مارتن لوثر وبحث عن أفكار لمصلح بروتستانتي آخر جاء بعده ويدعى كالفين. الربا ليس حراما بل هو حلال لا شيء فيه. كالفين: هذه الفكرة ساهمت في تسهيل جميع المعاملات اليهودية المالية وسيطرتهم الاقتصادية على جميع البلاد الأوروبية. كان كالفين هذا يدعو بحماس لأفكار مارتن لوثر، وأفكاره تلك فرقت بين الكنيسة والشعب في إنجلترا، مما أدى لاشتعال النار في الثورة الإنجليزية التي شاهدناها على الشاشة مع سيربانت من قبل. ترك الشيطان ماستيم بحر الأفكار البروتستانتية وطار خارجا منه إلى سماء أوروبا التي شهدت حروبا دينية بين أتباع المذهب البروتستانتي وأتباع المذهب القديم الكاثوليكي، حروب دينية راح ضحيتها الكثير، وانقسمت بلاد أوروبا دينيا، فصار منها ما هو كاثوليكي بحت مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ومنها ما هو بروتستانتي مثل ألمانيا وإنجلترا. نظر ماستيم خلال هذه الحرب إلى البروتستانت وهم يهاجرون من إنجلترا عبر المحيط إلى أمريكا، وظنوا أنفسهم في هجرتهم هذه كأنهم يعيدون مشهد الخروج المقدس، أيام خروج اليهود من مصر بعد أن استعبدهم فرعون. فشق بهم موسى البحر وأوصلهم إلى أرض صحراء هي أرض سيناء أو أرض التيه. أما البروتستانت فقد هربوا من اضطهادهم في أوروبا إلى أرض تيه جديدة هي أرض أمريكا، وقد أعجبتهم تلك الأرض وصاروا أغلبية ساحقة فيها، وبالتالي صار المذهب البروتستانتي هو المذهب الغالب في أمريكا. لم يكن ماستيم يفهم ما الذي يعنيه ذلك وقتها. كل ما أصبح يعلمه هو أن البروتستانت هؤلاء قد صاروا أغلبية في العالم، وأنهم موالون ومعينون ومناصرون لعودة اليهود إلى فلسطين، وأكبر الدول المناصرة ستكون بالتالي هي إنجلترا وأمريكا. لم يكن يدرك جيدا ما الذي يعنيه هذا وهو يطير فوق المسجد الأقصى، لكن الزمن كان كفيلا بإفهامه. كان اليهود الآن قد بدأوا يهاجرون إلى فلسطين ألفا وراء ألف بعد أن حكمت جمعية الاتحاد والترقي عرش الدولة العثمانية، وها هو سيرفانت يزحف على بلاط مسجد قبة الصخرة في هدوء ولسانه المشقوق يخرج من بين أنيابه مهتزا في نهم لشيء ما. كان يبدو أن الأفعى سيرفانت قد وصل لمحطته الأخيرة، وأنه سينجزها بنجاح كما أنجز كل المراحل التي سبقتها. بعد وفاة هيرتزل أصبح ماستيم يطير فوق رجل آخر، خليفة هيرتزل في زعامة الصهيونية حاييم وايزمان، عالم كيميائي يهودي أوفده اللورد روتشيلد ليزور فلسطين أثناء هجرة اليهود إليها. فعل هذا الرجل أفاعيل خبيثة أعجبت ماستيم جدا. في البداية أسس شركة تطوير أراضي في يافا هدفها شراء الأراضي من الفلسطينيين بطريقة منظمة. كانت أكبر صفقة عقدها هي شراء أرض واسعة جدا كانت مملوكة لعائلة لبنانية مقيمة في أوروبا، وبدأ وايزمان يبني مستعمرات يهودية على الأراضي التي نجح في شرائها، ثم أنشأ جماعة مسلحة تدعى حرس الهاشومير، يهود مسلحين لهم هيئة غريبة نوعا ما، يرتدون الغطرة البيضاء العربية على رؤوسهم وعلى صدورهم حزامان سوداوان متقاطعان. كان هؤلاء الحرس يحرسون المستعمرات اليهودية، وبدأ وايزمان في إخراج مظاهرات في فلسطين للاعتراف باللغة العبرية. وبينما ماستيم يطير في شوارع فلسطين إذ به يرى جديدة مفتوحة ملقاة على جانب الطريق نظر إليها، كان اسمها الكراميل، وكان المنشط الرئيسي في الصفحة تحذير لجميع العرب من قيام الدولة اليهودية.
لأنها ستكون خنجرا ساما في خاصرة العرب. ابتسم ماستيم ابتسامة باهتة ثم غادر المكان طائرا إلى مكان آخر. فجأة اهتزت أجواء العالم أجمع. الحرب العالمية الأولى، تحالفت بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ضد دولة واحدة هي ألمانيا. لم تكن الدولة العثمانية لها أي علاقة بتلك الحرب الأوروبية من قريب أو من بعيد، لكن جماعة الاتحاد والترقي أقنعوا الخليفة الصوري أن يدخل في الحرب إلى جانب ألمانيا. وبالفعل هذا ما حدث، واشتد اهتزاز الأجواء واشتد تطاير عباءة ماستيم وهو ينظر إلى خسائر الدولة العثمانية المتتالية في تلك الحرب. سقطت من بين أيدي المسلمين دول كثيرة مثل البلقان وصربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود والقوقاز، ولم تعد أي دولة عربية موالية للدولة العثمانية حقيقة، وإنما صرخت بين العرب أصوات تنادي بالاستقلال عن ذلك الكيان التركي المغرور الضعيف. لم تكن الدولة العثمانية بخير، لم تكن بخير أبدا. كان حقا على ماستيم أن يقهقه ساخرا، وهو يشاهد أخيرا قيام ما أطلق عليه لقب الثورة العربية الكبرى. لم تنطلق في أي وقت، بل اشتعلت في خضم انشغال الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى. كان ماستيم متحمسا جدا، طار إلى قلب الحدث مباشرة. كان ملك الحجاز وشريف مكة الذي يدعى الشريف حسن يراسل السفير البريطاني في مصر والذي يدعى ميك ماهون. كان البريطاني يريد من العرب أن يدخلوا في الحرب العالمية الأولى مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، على وعد من بريطانيا أن تعترف بدولة عربية كبيرة تضم الجزيرة العربية كاملة والشام والعراق، ويكون الشريف حسين هو الخليفة الأعظم لهذه الدولة، شرط ألا تضم تلك الدولة لبنان ولا تضم فلسطين. ووافق الشريف حسين واشتعلت النار. وبينما كانت الدولة العثمانية تقاتل الروس والإنجليز والفرنسيين والإيطاليين من جميع الجهات، إذ أتاها خنجر طعنها في ظهرها طعنة نجلاء، خنجر عربي مكتوب على نصله الشريف حسين. وصفق ماستيم بيديه المخفيتين لهذه الطعنة الرائعة. ترك ماستيم أجواء الثورة العربية الكبرى إلى أجواء أخرى، اجتماع سري بين إنجلترا وفرنسا، اتفاقية ذات اسم شهير سايكس بيكو، يرأسها من الجانب الإنجليزي سايكس مندوب بريطانيا لشؤون الشرق الأدنى، ومن الجانب الفرنسي بيكو قنصل فرنسا السابق في بيروت. اتفق على أن تتوزع الكعكة العثمانية عليهما، أعني تتوزع الدول العربية عليهما بعد سقوط الدولة العثمانية، فتأخذ بريطانيا العراق والأردن، وتأخذ فرنسا سوريا ولبنان، أما فلسطين فتبقى تحت سيطرة مشتركة للحلفاء. وبهذا كانت بريطانيا وفرنسا يريدان أن يأكل قطع الكعكة العثمانية، رغم أنهما وعد أن يعطي تلك القطع للشريف حسين. لكن ماستيم كان يتساءل عن حظ اليهود في تلك الكعكة اللذيذة، كان يتساءل عن فلسطين. فجأة فتح الشريف حسين جريدة الصباح ليجد أخبار تلك الاتفاقية السرية بين بريطانيا وفرنسا، رغم أنها سرية إلا أن الروس سربوا أخبارها إلى الجرائد. وضج ملك الحجاز وأرغى وأثبت، لكن حديثا واحدا من بريطانيا طمأنوا، قالوا له ألا يصدق كلام الجرائد لأنه كلام جرائد. ولم تحدث أي اتفاقيات ونحن على وعدنا الأول واتفاقيتنا، فاطمأن لذلك واستراح ونام يحلم بأن يكون ملك العرب. كان ماستيم يطير مطمئنا على أحوال اليهود في فلسطين، كانوا لا يزالون يشترون الأراضي ويبنون المستعمرات. أخيرا أيها اليهود بدأتم تمتلكون جزءا من فلسطين بعد أن شردكم الزمان وأذلكم أهل المكان. سمع ماستيم أصداء حفل يقام في بريطانيا، حفل عظيم، طار في ثوان إلى الحفل. كان اليهود يحتفلون. بماذا تراهم يحتفلون؟ إنه يرى أكبر حكماء صهيون هنا، حايم ويزمان وسايكس واللورد روتشيلد
وغيرهم الكثير كانوا يحتفلون بحدث جلل. فقبل أيام أصدرت بريطانيا وعدا لليهود بأن تقيم لهم دولة مستقلة في فلسطين، وعدا يدعى بيلفور. والتقت كؤوس الخمر وأكف اليهود وابتساماتهم، وظللت عليهم عباءة مستيم متطايرة وقناعه الذي تحول في تلك اللحظة إلى مزيج عجيب من السعادة والإرعاب. لم يكن وعدا رسميا، إنما كان رسالة من وزير الخارجية البريطاني بيلفور إلى اللورد روتشيلد، رسالة كان مستيم يتوق شوقا لقراءة نصها، فطار إلى حيث الرسالة الرسمية وفتحها يقرأها بتركيز. كانت كالتالي: وزارة الخارجية، في 2 نوفمبر 2017، عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة ملك بريطانيا التصريح التالي، والذي ينطوي على العطف على أمان اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرتهم. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا بأنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بيلفور. أن تعطي أرضا لا تملكها إلى شعب لا يستحقها، كان هذا هو الوعد باختصار. بعد أسابيع فتح ماستيم رسالة أخرى سرية مقدمة من أول صهيوني يصل لمنصب وزير في بريطانيا، يرسلها إلى مجلس الوزراء البريطاني: الوقت الحاضر ليس مناسبا لإنشاء دولة يهودية مستقلة، لذا يجب أن توضع فلسطين بعد الحرب مباشرة تحت السيطرة البريطانية، لتعطي تسهيلات للمنظمات اليهودية لشراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتنظيم الهجرة، وعلينا أن نزرع بين المحمديين 3 إلى 4 ملايين يهودي أوروبي. كانت رسالة حكيمة، وقد تم تنفيذها بحذافيرها. طلبت بريطانيا من فرنسا تعديل اتفاقية سايكس بيكو، وأن تعطي فلسطين لبريطانيا بدلا من أن تكون تحت سيطرة دولية، وتم التعديل، وبدأت بريطانيا تعد جنودها لاحتلال فلسطين عسكريا. كان الجيش العثماني في فلسطين قوامه حوالي 100,000 رجل، يرأس رجل من جماعة الاتحاد والترقي، رجل يدعى مصطفى كمال أتاتورك. وقد جاءته الأوامر من قيادة الاتحاد والترقي بأن ينسحب من كل جنوده من فلسطين ويخليها تماما، وهذا ما فعل أتاتورك. انسحب 100,000 رجل من فلسطين، وها هو ماستيم يحلق في الهواء ناظرا إلى مشهد لم يره منذ 7 قرون. جيش بريطاني لا تدرك نهايته بعينك البشرية، كأنه حزام طويل من الجنود يمتد من الأفق إلى أرض فلسطين. قائد هذا الحزام من البشر كان يدعى الجنرال الليمبي، ومن ضمن هذا الجيش كان هناك فيلق يهودي مدرب على أعلى مستوى، بينه وجوه خبيثة لم يتعرف عليها ماستيم في البداية، لكن التاريخ يحفظ أسماءهم جيدا. كان من ضمن الوجوه في الفيلق اليهودي رجل غزا الصلع رأسه من المنتصف، فترك جزيرتين من الشعر على الجانبين، رجل يعرفه التاريخ باسم ديفيد بن غوريون، ورجل آخر هو نحميا رابين والد إسحاق رابين، وآخرون مما سيكون لهم شأن فيما بعد. كان الجنرال الليمبي يدخل مزهوا وسط أهالي فلسطين الذين لا يدرون أين ذهب جيش الدولة العثمانية بالضبط، لكنهم كانوا سعداء بالبريطانيين مرحبين بهم، فبالنسبة لهم كان البريطانيون هم الملائكة الذين أتوا من بلادهم ليساعدوا فلسطين على الاستقلال عن الدولة العثمانية التركية المغرورة. لم تكن هذه فكرة عامة الشعب فقط، وإنما كانت فكرة الشيوخ والمفكرين
وحتى المفتي العام لفلسطين سمع مستيم الجنرال الليمبي وهو ينظر إلى تلك الأجواء قائلا: اليوم انتهت الحروب الصليبية. لم يكن الشيطان الأفعى سيربانت موجودا، لقد ترك فلسطين فجأة واتجه إلى روسيا. كانت الحكومة القيصرية الروسية تضطهد اليهود اضطهادا شديدا، وذات مرة ذهب مندوب يهودي إلى وزير المالية الروسي وعرض عليه أن يتخلص من كل اليهود الذين في بلاده بإرسالهم إلى فلسطين. حينها قال له الروسي: إني أفضل أن أتخلص من اليهود فعلا، ولكن ليس بإرسالهم إلى فلسطين، وإنما بإغراقهم في البحر الأسود. كان لابد من تهجير ذلك العدد الضخم من اليهود في روسيا إلى فلسطين بأي طريقة من الطرق. فدار سيربانت في أنحاء روسيا حتى أقام ثورة رهيبة، ثورة لو أردنا سرد وقائعها لاحتجنا إلى كتاب منفصل. خبث ودهاء أوصل اليهود إلى حكم روسيا بعد أن كانوا مضطهديها، خبث لم تعرفه الأرض إلا في أماكن زحف الأفعى اليهودية سيربانت. قامت الثورة الروسية وحكمت الشيوعية روسيا، وكانت الحكومة الجديدة أغلبها يهود، وأول قرار اتخذوه هو إرسال اليهود إلى أرض الميعاد إلى فلسطين. ضج الشريف حسين وأرغى وأزبد، ولكن بريطانيا حدثته وهدأته ونومته على سريره الوثير، فأعطت لابنه حكم العراق وأعطت لابنه الآخر حكم الأردن. بدأ مستيم يراقب حياة اليهود في فلسطين بعد احتلال بريطانيا. أصبحت اللغة العبرية لغة رسمية، أصبح لهم محطات كهرباء مخصوصة لهم، أصبحت لهم وزارة للمياه ووزارة للأشغال، ودخل الاقتصاديون اليهود ولعبوا ألاعيبهم وفتحوا شركاتهم وأصبحوا يشغلون الفلسطينيين فيها. ولكن بعد الهجرة الكبيرة لليهود من روسيا بدأ الأهالي يضجون ويشعرون بالخطر، وبدأت ملامح توحي بالخطورة ترتسم على قناع مستيم. على الجانب الآخر تم افتعال حرب زائفة بين الدولة العثمانية واليونان، وتم صناعة بطل زائف في الجرائد والمجلات، مصطفى كمال أتاتورك، بطل مدحه أحمد شوقي قائلا: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العرب. وسمح التهليل والتطبيل في الجرائد والمجلات لهذا البطل الزائف أن يعلن نفسه ذات يوم رئيسا لدولة تركيا، ويعلن سقوط الخلافة العثمانية إلى الأبد. وفور أن تسلم حكم تركيا اندهش مستيم من كم الأمور العجيبة التي قام بها. نفى كلمة إسلام تماما من دستور تركيا، ونص أنها دولة علمانية لا دين لها. حرم لبس الحجاب على النساء، ألغى الاحتفال بالعيدين، منع المسلمين من أداء فريضة الحج لسنوات، أغلق عددا ضخما من المساجد، حول مسجد آيا صوفيا العظيم إلى كنيسة، منع الأذان باللغة العربية وجعله باللغة التركية، ألغى منصب المفتي، أعدم 150 عالما مسلما اعترضوا على هذه القوانين، أجبر أئمة المساجد على ارتداء القبعة الأوروبية بدلا من العمامة الإسلامية، ألغى التقويم الهجري تماما، ساوى بين الذكر والأنثى في الميراث، ألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بكلمة أتاتورك، وفي النهاية أوصى عند موته بألا يصلى عليه. ورغم أن هذه الأمور كلها أسعدت روح مستيم، إلا أن الاندهاش لم يستطع أن يفارق قناعه لمدة طويلة، لكنه زال لما أوحى إليه السيربانت أن أتاتورك قد ربطه حاضنة يهودية. ألف أحمد شوقي قصيدة طويلة ينعي فيها تركيا وينعي سقوط الخلافة، ويهاجم أتاتورك قائلا: بكت الصلاة وتلك فتنة عابث، بالشرع عربيد القضاء وقاح، أفدى خزعبله وقال ضلالة، وأتى بكفر في البلاد بواح. لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت،
خرج مفتي فلسطين وكل المفكرين الذين كانوا مؤيدين للاحتلال البريطاني لفلسطين في مظاهرات حاشدة سلمية، لكن مستيم كان يطير فوق مظاهرة أخرى، مظاهرة حاشدة قام بها اليهود عند حائط البراق للمطالبة ببناء الهيكل المزعوم، منشدين نشيد الأمل أو كما يقولون الهاتي كافا. طالما في القلب تكمن نفس يهودية تطوق وللأمام نحو الشرق، عين تنظر إلى صهيون، أملنا لم يضع بعد، أمل عمره 1000 سنة أن نكون أمة حرة في بلادنا، بلاد صهيون وأورشليم القدس. وبعد صلاة الجمعة التي تلت ذلك اليوم، كان مستيم طائرا شاهدا لحدث رهيب أمام المسجد الأقصى. جمهرة من المسلمين تصارعت من جمهرة مماثلة من اليهود، وتدخل الجيش البريطاني بين الجمهرتين، وكان تدخله إطلاق النار على المسلمين العزل الذين سالت دماؤهم في ساحة المسجد الأقصى، وتحول قناع مستيم إلى منظر بشع مخيف، وطار فوق الجميع طيرانا يؤذن بكارثة. قامت ثورة كبيرة كانت بداية لجميع أحداث العنف التي تلتها، ثورة البراق. حطم الفلسطينيون 6 مستعمرات يهودية تدميرا كاملا، وامتدت الثورة كالسرطان إلى كافة المدن الفلسطينية بلا استثناء. كانت الصحف العالمية كلها تعرض خبر الفلسطينيين الجزارين الإرهابيين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق إخوانهم اليهود المسالمين. تم اعتقال 900 فلسطيني، أعدم أهم 3 منهم، واستمرت الثورة عاما كاملا. وبعدها تم تخفيف الهجرة اليهودية واعتبار حائط البراق ملكية إسلامية كاملة لا علاقة لليهود بها. إن حائط البراق هذا هو يدعى هذه الأيام حائط المبكى، والذي يعتبر اليوم ملكية يهودية خالصة لا علاقة للمسلمين بها، وهو الحائط الذي يحد المسجد الأقصى من الجهة الغربية، وهو الحائط الذي ربط النبي محمد فيه فرسه البراق بحلقة قبل أن يدخل إلى المسجد ويصلي بالأنبياء قبل أن يعرج به إلى السماء. أما اليهود فيعتبرونه الحائط الوحيد المتبقي من الهيكل، ويبكون عنده حسرة على خراب الهيكل. كان يبدو أن الثورة قد هدأت نوعا ما بعد أعمال القمع الرهيبة التي كان الجيش البريطاني يجيدها ويحبها ويستمتع بها. وكان مستيم يحلق فوق مكان عجيب، مسجد من مساجد حيفا، وكان يمكنك أن تسمع صوت الخطيب عاليا يدوي في القلوب. قال ربكم العظيم: ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأعاد الجملة الأخيرة 3 مرات. كان صوته متهدجا دافئا متحمسا حزينا حقيقيا، ثم قال لهم: يا أيها الناس، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فإلى الجهاد أيها المسلمون. ضج المسجد بالبكاء والتأثر. كان هذا هو عز الدين القسام. أزهري من أهل سوريا قاد الناس في بلده سوريا ضد الاحتلال الفرنسي، ثم سافر إلى فلسطين ليقود الناس ضد الاحتلال البريطاني. بعد ساعة من تلك الخطبة بدأت السلطة تبحث عنه بحثها عن الإرهابيين، لكنه في تلك اللحظة كان قد حمل بندقيته وذهب إلى الجبال. طار مستيم فوق تلك الجبال ليشاهد عز الدين القسام، ومعه نفر من أصحابه يقاتلون الجنود الإنجليز الذين كشفوا مخابئهم في الجبال. كان هناك رجال من الشرطة العربية يقفون في جانب الإنجليز. صاح قائدهم: أنت محاصر يا عز الدين، عليك أن تستسلم، فلا قبل لك بهم، لا قبل لك بالإنجليز. رد عليه عز الدين: بل نحن في مقام لم تعرفه بعد،
نحن في مقام الجهاد، ومن خرج في هذا المقام لا يصح أن يستسلم إلا لله. كان ماستيم يتابع تبادل إطلاق النار في شغف بين الجانبين في الجبال، لكنه بدأ يتململ. طالت المعركة لأكثر من ساعتين، وفجأة غزت الجو طائرات إنجليزية. طائرات قصفت جانب المجاهدين بقذائف إنجليزية، خرجت لها أرواح المجاهدين كلهم، وخرجت لها روح عز الدين القسام، الرجل الذي أشعل لموته ثورة أكبر من ثورة البراق، ثورة فلسطين الكبرى. وبدأ قناع ماستيم المرعب يتشقق بطريقة عجيبة، وتخرج من بين تشققاته أدخنة سوداء. لم تكن ثورة فقط، بل كانت ثورة وإضرابا، وربما تكون تلك أشد ثورة في تاريخ فلسطين. ثورة قمعتها القوات الإنجليزية بكل الطرق، حتى وصلت إلى قصف المنازل وتفجيرها لاشتباه وجود ثوار فيها. استمرت الثورة 3 سنوات كاملة، نفذت فيها حوالي 10,000 عملية فدائية بمعدل 9 عمليات فدائية في اليوم، وأصبحت التشققات في قناع ماستيم تتزايد. كان يطير فوق أحد المساجد أثناء صلاة العيد، وفور انتهاؤها وخروج الناس إذ هجمت عليهم القوات الإنجليزية واعتقلت نفرا كثيرا منهم. تبعهم ماستيم حتى انتهى الإنجليز بهم إلى أماكن مغلقة يسمونها concentration camps، وضعوهم بداخلها وأغلقوها عليهم 3 أيام متواصلة. كان ماستيم يشاهدهم وهم يبولون على أنفسهم لعدم وجود مكان يبولون فيه، ويتلوى بعضهم على بعض من الجوع والعطش، ويكون حالهم وذلهم وقهرهم. وملامح وجه ماستيم تبرز أعتى معاني الشماتة والكراهية. شعر ماستيم بأن أجواء العالم كله تهتز بعنف. تذكر اهتزازا كهذا منذ مدة ليست بعيدة، لكن الاهتزاز هذه المرة كان عنيفا جدا، الحرب العالمية الثانية. لا زال الحلفاء حلفاء، بريطانيا وفرنسا وروسيا، لكن انضمت إليهم أمريكا هذه المرة، المعسكر الثاني ألمانيا، وانضمت لها اليابان. كانت أكبر معركة في تاريخ الأرض، معركة مات فيها 50 مليون إنسان. ما أهم ماستيم في تلك الحرب هو أنه نزحت من ألمانيا وأوروبا دفعات هائلة جدا من اليهود، دفعات توجهت كلها ناحية فلسطين، دفعات ادعت أنها هاربة من طغيان هتلر الذي يقيم المذابح والمحارق لإبادة اليهود عن وجه الأرض كلها. وتدفقت هذه الدفعات على سفن هائلة الحجم لترسو على موانئ فلسطين، ودخل هؤلاء متوقعين أن يحظى كل واحد منهم بمسكن ومأكل ومشرب، وإن توقعاتهم كلها كانت صحيحة، صحيحة جدا. قبل الحرب العالمية الثانية كانت الهيئة التي تجتمع فيها جميع الدول تدعى عصبة الأمم، وهي الهيئة التي أعطت إلى بريطانيا صك الانتداب لدخول فلسطين واحتلالها. وبعد الحرب العالمية الثانية صار اسمها الأمم المتحدة، وقررت الأمم المتحدة حتى تحل أزمة ثورة فلسطين هذه أن تكون فلسطين تحت حكم الأمم المتحدة، فلا هي لليهود ولا هي للعرب. ضج اليهود وثاروا في وجه الأمم المتحدة، فتراجعت عن قرارها إلى التفكير في قرار آخر، أن تقسم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، وأن تعجل بعد تنفيذ هذا القرار بإخراج البريطانيين من فلسطين. في تلك الأثناء كان اليهود لديهم فرق عسكرية كثيرة، كان لديهم فرقة الإيريغون وفرقة الشترن وفرقة الهاغانا وفرقة البلماخ، كلها فرق عسكرية مسلحة تسليحا ثقيلا جدا ومدربة تدريبا عاليا جدا. ورغم أن هذه الفرق كلها كانت تساعد البريطانيين على قمع الثورة الفلسطينية، إلا أنها وبعد أن خرج قرار التعجيل بإخراج البريطانيين وقرار التمهيد لتقسيم فلسطين، قررت أن تقوم بعمليات إرهابية ضد البريطانيين لتعجل بإخراجهم من البلاد. وبالفعل
أقامت عمليات إرهابية شهيرة ضد أعضاء الجيش البريطاني، تفجيرات واغتيالات ونسف وقتل، حتى تم القبض على قائد الفرقة، فرقة الإيرغون الذي يدعى مناحم بيجن، واعتبروه إرهابيا. ما أضحك مستيم هو أن هذا الرجل نفسه الذي دخل السجن الآن باعتباره إرهابيا بعد مرور 30 عاما، حصل الرجل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الرئيس المصري أنور السادات. أوعزت بريطانيا إلى رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس بإنشاء هيئة تدعى جامعة الدول العربية، تضم كل الدول العربية وتعبر عن رأيها، شرط ألا تضم فلسطين إليها. واجتمع العرب في هيئة جامعة واحدة وسلخوا منهم فلسطين. كان مستيم يفكر قليلا، لقد ضمت تلك الجامعة 7 دول، 6 منها تحت الاحتلال الإنجليزي، أي أنه لا فائدة حقيقية منها إلا تمرير ما تريده بريطانيا باسم العرب. وضحك مستيم مجددا. طار مستيم ذو القناع المتشقق فجأة إلى مقر الأمم المتحدة. كان هناك اجتماع في غاية الأهمية. دخل مستيم إلى الاجتماع والمتحدث اليهودي يقول: حين نتكلم عن دولة يهودية فليس في مخيلتنا أي دولة عنصرية أو متعصبة لدين، بل دولة تقوم على أساس المساواة الكاملة في الحقوق لكل سكانها دون تمييز في الدين والعرق وبدون سيطرة أو إخضاع. بعد أن كان اليهود يملكون 5% فقط من أرض فلسطين، إلا أنهم ملكوا بعد هذا الاجتماع نصف أرض فلسطين. كان هذا الاجتماع هو الاجتماع الذي أعلن قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، النصف للعرب والنصف لليهود، والقدس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل هي منطقة دولية، ويجب على كل الفلسطينيين الساكنين في القسم المعطى لليهود أن يغادروا مساكنهم فورا إلى القسم الفلسطيني. وقررت اللجنة خروج البريطانيين من البلاد في 15 مايو 1948، أي بعد 6 أشهر، وبدأ ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المقسومة لليهود حسب القرار. وبدأ مستيم يطير فوق القرى ليتابع أحداث الترحيل. دخلت قوات الهاجانة إلى قرية القسطل، أهم القرى الحامية للقدس، دخلتها وطردت منها جميع أهلها. ولفت نظر مستيم فرقة من المجاهدين الفلسطينيين الذين كانوا يبدون منظمين ومسلحين. كانت هذه الفرقة هي جيش الجهاد المقدس، وقد تكون هذا الجيش بعد أن اجتمع الفلسطينيون في كافة أنحاء البلاد وقرروا توحيد صفوفهم المقاومة في جيش واحد. وكان قائد هذا الجيش رجل فلسطيني مجاهد صنديد يدعى عبد القادر الحسيني. وقد رآه مستيم يتصدر المجاهدين الداخلين إلى القسطل. حدث بين هذا الرجل وبين جامعة الدول العربية حوار تاريخي كان فيه: أنا ذاهب لتحرير القسطل وسأقتحمها وأحررها ولو كان في هذا موتي، ونريد منكم تزويدنا بالسلاح المخزن لديكم. لقد عهدنا بموضوع فلسطين إلى لجنة عسكرية خاصة ستهتم بالأمر بعد خروج البريطانيين منها في 15 مايو. لو أنكم انتظرتم حتى 15 مايو ستحتاجون إلى 10 أضعاف ما ستحتاجونه الآن. نحن لا ندعم العمليات الفردية، نحن أحق بالسلاح المخزن من تلك المزابل التي تخزنوه فيها. إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وتذكروا أن التاريخ لا يرحم أحدا، وأنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. كفاك كلاما سخيفا، نحن لدينا العتاد والسلاح لكننا لن نعطيه لك، وإنما سننتظر 15 مايو. رمى عبد القادر الحسيني في وجوههم دبارة كانت في يده وقال: أنتم تخونون فلسطين، أنتم تريدون قتلنا وذبحنا. رآه مستيم يدخل إلى القسطل ومعه نفر من جنوده، وتمت محاصرته من قبل جيش الهاجانة حصارا شديدا،
ووجدت في آخر اليوم جثته ملقى بجانب أحد المنازل في القسطل. طارم ستيم فوق جثته ونظر له نظرة هازئة، وسقطت من قناع ستيم قطعة من الذقن لتكشف وراءها ظلمة شيطانية لا تتبين معالمها جيدا. في فجر اليوم التالي كان ستيم يطير فوق قرية مجاورة لقرية القسطل، قرية تدعى دير ياسين، وفجأة هجمت عليها قوات الإيريغون والشتيرن من ثلاثة جهات. في البداية استخدموا مكبرات الصوت والكشافات، كانوا يطلبون من جميع السكان إخلاء القرية فورا. فوجئوا بإطلاق نار من بين مساكن القرية. طار ستيم إلى حيث مصدر الطلقات فوجد شباب القرية قد اجتمعوا وتسلحوا ووقفوا أمام مساكنهم يحمونها بأرواحهم، لكن طلقاتهم هذه استفزت العصابات اليهودية التي تخلت عن الكشافات وتخلت عن الميكروفونات وأمسكت بالمدافع الرشاشة وهجمت على القرية في أعداد كثيرة كأنها النمل. ارتكب اليهود في دير ياسين أبشع شيء تم ارتكابه منذ أن دخلوا إلى فلسطين أول مرة، وكان قائدهم هو مناحم بيجن. تبعهم ستيم الذي توسعت تشققات قناعه الأبيض حتى كاد أن يسقط من على وجهه. رأى ستيم الجنود يطلقون أحزمة النار من مدافعهم الرشاشة فتحصد أجسادا وراءها أجساد، تحصد أطفالا وتحصد نساء، ورآهم وهم يرمون القنابل إلى داخل المنازل فتنفجر فتلقي حولها أشلاء عائلات كانت تختبئ وراء ذلك الدولاب أو ذاك. رأى جنودا يمسكون برجل وامرأته فيصفعونه حتى يسقط أرضا، ويبطحون زوجته على الأرض فيقعون عليها كما تقع البهائم، وطفلتها الصغيرة لا تدري أتنظر إلى أبيها الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة أم إلى أمها التي تصرخ وكأن أحدهم سوف يسمع صراخها. سقط جزء آخر من قناع ستيم الذي كان لا يزال يتابع تلك المجزرة التي تحدث في هذه القرية في كل شعب من شعوبها. وها هي العصابات اليهودية قد أوقفت 20 شابا من شباب القرية إلى جدار يضعون عليه وجوههم وأكفهم، ثم أفرغت طلقاتها في أجسادهم فتساقطوا متكومين على بعضهم البعض. وها هم يحاصرون فران القرية الذي كان قبل الفجر قد أشعل الفرن مجهزا للخبز، ولما دخلوا القرية بعد الفجر حاصروه في فرنه ثم أمسكوا به وألقوا به إلى داخل فرنه ليحترق بالداخل حيا. وهنا سقط قناع ستيم وانكشفت الظلمة التي تختبئ وراءه. لم يعد هناك قناع، كانت رأسه جمجمة شيطانية ذات نظرة ساخرة تميز الجماجم الشيطانية، وعلى جبينه محفور نجمة داود، وعباءته لا زالت تتطاير، وأصبح له صوت شيطاني صارخ يشبه أكثر ما يشبه أصوات صراخ الديناصورات الكبيرة. ثم طار إلى مشهد آخر رأى فيه مجموعة من اليهود يمسكون بمجموعة من النساء والأطفال فيلقونهم في أحد آبار القرية ويلقون عليهم وقودا ويشعلون فيه نارا فتشب النار من فوهة البئر وتلقي بشررها حوله حتى يتراجع الجميع واضعين أذرعهم على وجوههم. ويبدو ستيم من وراء النار شيطان يهودي كما يجب أن تكون الشياطين. وانتهت مذبحة دير ياسين بعد 3 أيام، قتل فيها ثلث سكان القرية وهرب الباقين إلى القرى المجاورة، وهرب سكان القرى المجاورة لما رأوهم إلى القرى المجاورة، وهرب أولئك بدورهم، وأصبح الفلسطينيون يهربون من قراهم خوفا من العصابات اليهودية. وترددت صرخة ستيم الشيطانية في الأجواء. كان مشهد الأهالي الفلسطينيين محزنا جدا وهم يغادرون قراهم في طابور طويل، بعضهم مشيا على الأقدام يحملون متاعهم وبعضهم على شاحنات يحملون فوقها أثاثهم وألحفتهم وأمتعتهم، يسافرون إلى حيث لا يدرون لأنفسهم مسكنا ولا مأوى. والأكثر حزنا أن ترى ستيم وجمجمته الشيطانية الساخرة تنظر إلى هذا كله وأظفاره الطويلة تتحرك بالتتالي تعبيرا
عن السعادة الجمة، فهؤلاء يتركون ديارهم وأرضهم ليعيش فيها يهود. يهود أتوا من كافة أنحاء العالم، يهود طردهم كل العالم، وحكم على هؤلاء الفلسطينيين وحدهم أن يدفعوا الثمن. بدأ اليهود ينظرون إلى يافا ويعدون العدة لاقتحامها وطرد أهلها كما فعلوا مع بقية المدن. وكان من قوات جيش الهاغانا رجل يدعى موشا ديان، رجل ذو عصابة سوداء على عينه اليسرى، وكان يستعد لاقتحام يافا بخطة متميزة. لكن مستيم ترك هذه الاستعدادات وطار ليشاهد أمرا لفت نظره. كانت هناك فتاة فاتنة تجاهد لعبور الأسلاك الشائكة التي تفصل بين المنطقتين العربية والصهيونية. كان مستيم يتابع تلك الفتاة وهي خارجة من بيتها في مستعمرة في جنوب يافا، حيث توجهت متسللة بحرص على ألا يراها أحد حتى وصلت إلى الأسلاك الشائكة الموضوعة بطريقة معقدة. وقد تمكنت بعد عناء من اجتياز الأسلاك بعد أن جرحت ساقها جرحا بليغا جدا، وجرت نفسها جرا داخله إلى يافا في وقت يسبق آذان الفجر بحوالي ساعة. الغريب أنها كانت تمشي وهي تعرف تحديدا إلى أين تذهب، ولم يمضي وقت طويل إلا وهي واقفة أمام أحد المنازل تدق بابها وساقها تنزف من تحتها ولم تعد قادرة على حملها. ما لفت نظر ماستيم هو أن هذه الفتاة الفاتنة كانت هي راشيل ديان، ابنة أخ موشا ديان، وبدت ملامح جمجمته الشيطانية متوجسة شرا. فتح باب المنزل الذي كانت تقف أمامه راشيل، لتبدو من داخل المنزل فتاة جميلة أخرى. ما إن رأت راشيل حتى انكبت عليها تحتضنها وتصرخ فيها سائلة عما حل بها، ثم أدخلتها. كانت تلك الفتاة الأخرى فتاة فلسطينية تدعى مهيبة خرشد، إحدى الناشطات السياسيات الفلسطينيات، وكانت قد انعقدت بينها وبين راشيل صداقة عجيبة. فبرغم أن راشيل يهودية إلا أنها ترفض الصهيونية رفضا قاطعا وترفض توجهاتها، ويبدو أن قرب راشيل من موشا ديان قد جعلها تطلع على خطة الهاغانا لاقتحام يافا. ويبدو أنها خاطرت بنفسها وجاءت إلى مهيبة لتحذرها من هذا الاقتحام حتى يأخذ أهل يافا حذرهم. كانت ملامح مستيم تبدو غاضبة جدا، كان يعتبر ما تفعله راشيل هو خيانة. لكن ما فاجأه حقا هو ما حدث في اليوم التالي. أثناء اقتحام العصابات الإسرائيلية ليافا، نظر ماستيم غير مصدق ما يراه بمجرى عينيه العظيمتين. لقد كانت هناك فرقة مسلحة نسائية فلسطينية، فرقة نسائية ترأسها مهيبة خرشد، التي بدت وكأنها فارسة أسطورية وهي تحمل مدفعا رشاشا وتضع على رأسها حجابا وترتدي ملابس شبه عسكرية، ووراءها فرقة نسائية مسلحة. نسى ماستيم ما يحدث في يافا وظل يتابع تلك الفرقة التي كانت تحارب الهاغانا فعليا بكل قوتها. لكنه أسقط في يده لما رأى راشيل ديان تخرج من المنزل ببندقية في يدها وتنقذ إحدى المسلحات من الفرقة في اللحظة الأخيرة، وأصبحت راشيل ومهيبة في الميدان كتفا إلى كتف، إحداهما مسلمة والأخرى يهودية، يحاربان قوات صهيون. ويبدو أنهما قد أبدايا بسالة في هذه الحرب أبقتهما على قيد الحياة حتى بعد أن تم احتلال يافا وطرد أهلها. كانت راشيل تخرج من البلدة إلى جانب صاحبتها مهيبة، وقد وضعت راشيل حجابا على رأسها كنوع من التنكر حتى لا يعرفها قومها. وجاء اليوم الذي بدأت القوات البريطانية تخرج في طابور عسكري طويل من فلسطين، يشابه ذلك الطابور الذي دخلوا به إلى فلسطين أول مرة. كانوا خارجين منها بعد أن وضعوا شعبا مكان شعب، وأعزوا شعبا وأذلوا شعب. وبعد خروجهم بدقائق فقط كانت هناك احتفال صهيوني ما، وصعد ديفيد بن غوريون على المنصة وأخذ يقرأ على الناس بيان قيام دولة إسرائيل، أو كما يسمونه بيان الاستقلال.
والعجيب أنه لم يكن لهم وجود أصلا في الدولة حتى يستقلوا عنها. كان مستيم طائرا فوق رأس بن غوريون تماما، وكان يبدو واقفا في الهواء بشموخ مربعا يديه في مظهر قوي، وعباءته تظلل على كل حاضر الحفل. وكان يستمع إلى بيان بن غوريون وهو يقول: لقد نشأ الشعب اليهودي في أرض فلسطين، وفيها أقام دولة ذات سيادة، وقد تم إجلاؤه عنها في ذات يوم مشؤوم. لكن الشعب اليهودي لم ينسى وهو في مهاجرة أمل العودة إلى بلاده، ولهذا بدأ الشعب اليهودي في العودة بالآلاف المؤلفة إلى أرض الميعاد، أرضه التي طرد منها قديما. وها نحن الآن، تلبية لنداء المرحوم العظيم تيودور هرتزل صاحب فكرة الدولة اليهودية، نقف هنا ونعلن استقلالنا بدولة قائمة بذاتها ولغتها وجيشها. إن محرقة هتلر النازية التي حلت باليهود في الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها الملايين من يهود أوروبا، قد أثبتت للعالم ضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي المحروم من الوطن والاستقلال. ولقد أعلنت الأمم المتحدة قرار إنشاء دولة مستقلة لليهود على هذه الأرض، واليوم نحن نعلن انتهاء الانتداب البريطاني وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي. فنحن اليوم نعلن عن قيام دولة يهودية في أرض إسرائيل، وأن هذه الدولة اسمها إسرائيل، وإننا نناشد الأمم المتحدة قبول دولة إسرائيل في أسرة الأمم المتحدة. يجب أن تتعلم يا صديقي أن اليهود شيء والصهاينة شيء آخر، بل إن اليهود يؤمنون أن دولة إسرائيل هي تعدي على مهمة المسيح المخلص، أما الصهيونية فهي سبط واحد من أسباط اليهود، سبط شرير. وقد بدأوا أول ما بدأوا مع هرتزل الذي استقى أفكاره من ساباتاي زيفي، والصهيونية هي أهم نجاح خرج من عباءة الماسونية، لأن من يصل للدرجة 33 منها يدخل رسميا في السبط 13 لبني إسرائيل، السبط الشرير. فلا تظن أن اليهود المنتشرين في العالم مؤيدين للصهيونية، بل إن بعضهم معارض لها وبشدة. المشكلة ليست في اليهود العاديين لأنهم يعارضون دولة إسرائيل، إنما المشكلة هي في اتباع المذهب البروتستانتي الذي يدعم احتلال اليهود لفلسطين. أنا أتحدث على مستوى الشعوب، لكن على مستوى الحكام طبعا، فحكام كل الدول الكبرى يدعمون إسرائيل ويباركون خطواتها. الماسونية لما جندت الصهيونية لاحتلال فلسطين كانت في الحقيقة تنفذ حلما مهما من أحلامها، بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى. وقد وعدتك في السابق أن أخبرك بالسبب الذي يريدون من أجله بناء الهيكل بهذه الحماسة، ويسعون لذلك عبر التاريخ. إن كل شيء يعود لوعد في التوراة، وعد الله اليهود أن ينزل عليهم في آخر الزمان رجلا من نسلهم يخلصهم من شتاتهم ويحكم العالم كله بالعدل من الأرض المقدسة في فلسطين. ورغم أن الله حقق وعده لهم وأرسل لهم النبي عيسى، إلا أنهم كذبوه، ولما رأوه يموت على الصليب أمام أعينهم أيقنوا أنه ليس هو المسيح المخلص الموعود. ويهود العالم الآن ينتظرون نهاية الزمان حتى ينزل الله عليهم هذا الرجل المخلص الذي هو ليس عيسى بل هو واحد آخر، أي أنهم فقط ينتظرون. لكن بعد أن تحالف الإنس والشياطين، بعد أن أخرج نفر يهود من الإنس الذين هم فرسان الهيكل كتب السحر والعلوم الشيطانية من أسفل الحرم القدسي، انقلب كل شيء وبدأت فكرتهم تتغير. ليس صحيحا أن ننتظر المسيح المخلص، بل يجب أن نسعى بكل جهدنا لينزل إلينا، وهذا السعي هو باحتلال فلسطين احتلالا كاملا. فخرجت الحروب الصليبية وبدأت الحرب العشواء للوصول إلى فلسطين، وبعد أن غير فرسان الهيكل اسمهم
إلى الماسونية، وانتهت الحروب الصليبية وصارت الدولة العثمانية قوة رهيبة لا يستهان بها. كانت مهمة الماسونية شديدة الصعوبة للوصول إلى فلسطين، فاليهود أيامها كانوا مضطهدين في كافة أنحاء العالم ومطرودين. كانت الخطوة الأولى أن يعود اليهود إلى البلاد التي طردوا منها، ليس فقط يعودوا بل أن يتحكموا بتلك الدول عن طريق المال، وقد نجحوا في ذلك وأشعلوا ثورات متعددة في أوروبا تنتهي كل دولة بأن تكون عبدة لليهود مديونة لهم. ثم كانت الخطوة الثانية إنشاء دولة أمريكا الكبيرة المليئة بالخيرات، ورغم أن كل رؤساء أمريكا وزعماؤها كانوا ماسونيين إلا أنه كان يلزم أيضا تحويل عقائد الشعوب لتكون متعاطفة مع اليهود، وهو ما حدث لما أخرجت الماسونية من عباءتها المذهب البروتستانتي الذي يؤمن بضرورة احتلال اليهود لفلسطين. الخطوة الثالثة كانت إسقاط الدولة العثمانية الكبيرة وإدخال اليهود إلى فلسطين، ثم عمل لهم دولة فيها، وهو ما نجحوا فيه نجاحا منقطع النظير. فبعد أن امتلك اليهود نصف فلسطين في 1948 بدأوا يتوسعون خلال السنين ويغيرون على الأراضي المقسومة للعرب حتى استولوا على 85% من فلسطين، وتركوا للعرب 15% فقط، وهذه 15% موزعة على كتلتين متباعدتين كجزيرتين في بحر من اليهود. إحدى الكتلتين هي كتلة صغيرة تدعى قطاع غزة، والكتلة الثانية أكبر من الأولى وتدعى الضفة الغربية وفيها القدس. ولا زالت دولة إسرائيل حاليا تغير على غزة كل حين وتغير على الضفة الغربية لتأكل مزيدا من الأرض. لم يعد باقيا لهم الآن إلا الاحتلال، احتلال الجزء المتبقي وهدم المسجد الأقصى، والذي لا تعرفه أنهم قد حفروا الكثير من الأنفاق تحت أساسات المسجد الأقصى، ولو حدث زلزال بسيط أو أمطار غزيرة لانهدم جزء كبير من المسجد. ربما ستسألني ما الذي يمكن لنا أن نفعل في مواجهة كل هذه الأسماء المخيفة، الماسونية والصهيونية؟ وهذا أهم سؤال قد تسأله لي منذ بداية جلستنا. إن كل هذه الأسماء يا صديقي هي أسماء من ورق، وليس أي ورق بل ورق المزابل الذي لا قيمة له. لما كنا أمة واحدة تحت قيادة مخلصة واحدة لم يكن لأمثال هذه المزابل أن تفعل شيئا، ولعلك لمست بنفسك هذا الأمر من حكاية مستيم، بل كانوا يتذللون لنا. ما الذي تتبعه كل هذه الأسماء التي تبدو مخيفة؟ تتبع لوسيفر؟ وما هو لوسيفر هذا؟ شيطان؟ ولا يغزي من اتبع الشيطان إلا من اتبع من خلق الشيطان، الله. وهكذا كنا في السابق حتى نجح هؤلاء في تقسيمنا، قسمونا إلى 24 دولة كل دولة تكره جارتها، زرعوا بيننا القومية، المصري والسعودي والخليجي والمغربي، كلهم لديه نعرة مزروعة بداخله تجاه دولته، فلا يتشرف المصري أن يكون سعوديا، ولا يتشرف السعودي أن يصير مغربيا، غير عالمين أنهم كلهم أصلا عرب، ولم يكن بينهم في تاريخهم الطويل هذه اللمسات القومية، فكلها مزروعة حديثا ولا أصل لها. ماذا نفعل؟ لن أنادي بأمور مستحيلة، بل سأنادي بأمور عادية جدا. حتى نقيم لأنفسنا وزنا بين الأمم يجب أن نتجه إلى الاتجاه المعاكس لما يريدوننا أن نتجه إليه. في البداية وحدوا عملتكم أيها العرب كما وحدت أوروبا عملتها، إلغوا بينكم وبين بعضكم الحدود، فليتحرك العرب داخل العالم العربي بلا تأشيرات، وقد فعلوها أيضا في أوروبا، وهم بينهم ما بينهم في التاريخ من حروب ونزاعات، بل إن الحربين العالميتين كانت أصلا بين أمم أوروبا، وبرغم هذا فعلوها. أما العرب فليست بينهم أي نزاعات تاريخية، فقط نعرة قومية مزروعة يمكن أن يمسك بها العربي في دقائق
ويلقيها خارجه في أقرب قمامة. ماذا أيضا؟ ماذا عن توحيد الجيش؟ هل يبدو هذا مستحيلا؟ ألم يكن موحدا قبل 100 سنة؟ لن أطيل في الأمر، أنا فقط أفتح عقلك حتى تفهم ما أريد لك أن تفهمه. نعود إلى سياقنا بالنسبة للمحرقة التي يدعي اليهود أن هتلر قد أقامها في حقهم، وهي ما يسمونه الهولوكوست، وجعلوا لها عيدا سنويا يتذكرونها فيه، والتي يحاكمون كل من ينكر حدوثها. فها أنا ذا أقولها وبأعلى صوتي، المحرقة التي تدعون أنها حدثت هي أكذوبة، اتخذتموها ذريعة قذرة لتشعروا العالم أنكم شعب مضطهد، وأنه لابد لكم من أرض تحتويكم بعد كل هذا الاضطهاد. ادعيتم أن هتلر قتل منكم في الهولوكوست 12 مليون، بينما كان عددكم أصلا في أوروبا كلها 8 ملايين، فقلصتم هذا العدد ليصبح 6 ملايين. والحقيقة التي تحاولون إخفاؤها هي أن من كان في السجون الألمانية من اليهود لا يتجاوز 20 ألفا، نصفهم وجدوا أحياء. أما ما قام اليهود به في فلسطين، وما قام الصليبيون به في الحملة الصليبية الأولى، والملايين التي أبادها الأمريكان من الهنود الحمر، وتدمير هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية، هذا كله لا قيمة له، لأنهم ببساطة شعوب غير يهودية، حيوانات، أو كما يقول التلمود غويم. وإني أتعجب حقا فيما يخص أمريكا مثلا، كيف يكون تفجير برجين أمريكيين هو قمة الإرهاب، بينما تفجير وإبادة مدينتين كاملتين برجالهما ونسائهما وأطفالهما وشيوخهما ليس إرهابا. أتحدث عن هيروشيما وناجازاكي طبعا، وأتذكر كيف كان الأمريكان يكتبون إهداءاتهم على القنبلتين قبل إلقائهما. كل من ذكر اليهود ومحرقتهم بكلمة يحاكمونه بدعوى أنه معادي للسامية، والسامية هي الانتساب إلى سام ابن نوح. ما يثير الأعصاب في الموضوع هو أن العرب من نسل سام أيضا، وكثير من الأمم الأخرى، لكنهم استبعدوا كل الأمم من النسل وأبقوا نسلهم هم فقط اليهود. وإني قد ذكرت اسم الأمم المتحدة في هذه الحكاية، وإني أقول لك إن هناك شيئا يدعى حق الفيتو. 5 دول هي أمريكا وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، من حقهم أن يعترضوا على أي قرار تتخذه الأمم المتحدة. ولو أن واحدة فقط من هذه الدول اعترضت على القرار، يوقف تنفيذ القرار فورا وإن كانت كل دول العالم موافقة. وأمريكا تستخدم دائما هذا الحق لوقف أي قرار يتخذ ضد دولة إسرائيل. وبالمناسبة، كل دول العالم لابد أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، وإذا رفضت سيتم اتخاذ إجراءات ضدها. وهناك كلمة للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وكأني لما أرى الطاولة المستديرة للأمم المتحدة وجلوس ممثلي الأمم عليها يفرزون قرارات ضد العرب، كأني أتذكر هذا الحديث دون غيره. في النهاية أود أن أحذرك من كثير جدا من المقاطع والأحاديث المنشورة على الإنترنت التي تخص الماسونية، فمن ينشرونها هم الماسونيون أنفسهم. في الزمن السابق كان كل هم الماسونية هي ألا تصل المعلومات إلى الناس، أما الآن في عصرنا هذا لم يعد الكتم أو إخفاء المعلومات مناسبا أو ممكنا لشيوع وسائل الإعلام والإنترنت واستحالة السيطرة على ما يبث من معلومات، فأصبحت وسيلة التضليل الحديثة هي ما يدعى بالغطرسة، بمعنى إشاعة مقاطع كثيرة وكبيرة وفيوضات من المعلومات، كلها معلومات سطحية تستهلك الأذهان، ويخرج منها المشاهد شاعرا بسخافة الأمر كله، وأن الموضوع وضعه شخص مريض مهووس بنظرية المؤامرة. لا تقرأ عن الماسونية في أي مكان إلا بعد أن تقرأ كتابي هذا أولا، عندها ستعرف
أين يجب أن تقرأ، ولا تقلق، فأي معلومة مذكورة في هذا الكتاب تحاول التحقق منها ستجدها صحيحة، ولن تجدني أكذب عليك. وتحضرني كلمة لجورج بوش يقول فيها: دعونا لا ندع تلك النظريات عن المؤامرة تخدعنا، لأنها ما وضعت إلا لرفع الملامة عن الإرهابيين الحقيقيين. وشيء جيد أنه قال هذا، فهناك قاعدة مسلم بها أريدك أن تحفظها كما تحفظ عينيك في محجريهما. قاعدة تقول: لا تصدق الشيء إلا إذا تم إنكاره رسميا. فلو لم يكن بوش قالها لم نكن لنصدقها. أتمنى أن تكون قد فهمت، فإن لم تفهم أعد قراءة الجملة مرارا. أحيانا يخرجون الإشاعات أن فلانا قتله الماسون وعلانا قتله الماسون، رغم أنهم أناس عاديون وماتوا بطريقة عادية مثل حادث السيارة أو خلافه، لكن إشاعاتهم لهذا النمط من الفيديوهات السخيفة يجعل الناس تغض النظر لما يتم إسكات أحد المشاهير من قبل الماسون فعلا. وحتى لا يختلط الأمر عليك، فبعيدا عن الزعماء السياسيين، فالماسون يقتلون شخصيات أخرى ذات تأثير ونفوذ وجمهور، فقط لأن هذه الشخصيات قررت أن تسبح ضد التيار. ومن أشهر الشخصيات التي قتلوها بوب مارلي ومايكل جاكسون وتوباك، لأن كل منهم اتخذ الغناء كوسيلة لإيصال رسالة هادفة للناس. وليست مشكلة الماسون أنها رسالة هادفة، ولكن مشكلتهم أنها رسالة تحمل في كثير من طياتها هجوما صريحا عليهم شخصيا وعلى أهدافهم. وكل من المغنيين الثلاثة لديه جمهور عاشق بالملايين، فلابد إذن أن يتم إسكاته إلى الأبد حتى يبقى النائمون في ثباتهم العميق. الآن أنت فهمت أن كل ما فعلته الماسونية والصهيونية كان لبناء هيكل سليمان ليستعجلوا نزول المسيح المخلص. لكن ألا ترى الأمر غريبا نوعا ما؟ أن يكون هدف الماسونية هدفا دينيا هو أن ينزل الله عليهم المسيح المخلص، وهم أصلا لا يعترفون بالله، بل إنهم يحرقونه كل سنة في الغابة البوهيمية. أليس الإله الذي يعبدونه هو لوسيفر؟ كيف يتفق هذا مع نزول المسيح المخلص ونبوءة التوراة؟ لا تتعجل الإجابة، فأنت على وشك أن تعرف، وأنا على وشك أن أموت، فلم يتبقى إلا شيطانان من الشياطين السبعة. والطريف الموضوع أن الشيطان السادس ليس شيطانا ذكرا، بل شيطان أنثى. دعنا نلقي نظرة على الأوراق التي ستكشف هذه الحكاية. لدينا ست ورقات. الورقة الأولى هي ورقة دودة الإنترنت المتوحشة، وعليها صورة امرأة تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الذي تخرج منه دودة خضراء متوحشة بشعة، لها رأس هرمي الشكل في أعلاه عين واحدة. الورقة الثانية هي ورقة مدينة السيليكون، وعليها صورة شرائح سيليكون مصورة بشكل رقمي. الورقة الثالثة هي ورقة أمان الكمبيوتر، وعليها صورة فتاة مقنعة بقناع أسود وملابس سوداء، يخرج من رأسها ما يشبه الخراطيم تنتشر حولها في كل مكان. الورقة الرابعة هي ورقة الهاكرز، وعليها صورة رجل يجلس على جهاز الكمبيوتر ويضحك ضحكة خبيثة شبيهة بضحكة الجوكر. الورقة الأخيرة هي ورقة شركات الهاتف، وعليها صورة موظفة في شركة هاتف تضع سماعتين على أذنيها توصلهما إلى أسلاك كثيرة تسمع منها ما يبدو كأنه مكالمات المشتركين. أوراق قد تبدو غريبة نوعا ما ونحن نتحدث عن شيطانة، لكن ليس علينا إلا أن نتابع. ألم يأن الأوان يا سيدي؟ 1950 بعد الميلاد، تاريخ قراءتك لهذه السطور. هذه رسالة ترسلها شيطانة تدعى سباي عبر الإيثير إلى مجهول على شبكة مجهولة بتردد مجهول. سيدي، قد طال الأمد،
قلوبنا وحواسنا وأرواحنا اشتاقت إليك. حان الوقت يا سيدي، لقد صار كل شيء كما أردته أن يصير. فعلنا كل ما علمتنا أن نفعله يا سيدي، ونجحنا. لقد نجحنا يا عظيمنا ويا كبيرنا، نجحنا ولم يعد أمامنا إلا أن نراك. لم يبقى إلا أن نطفئ نار الشوق في قلوب ذابت من قسوة الانتظار. دهورا وراءها دهور، ألم يأن الأوان يا سيدي؟ كل شيء أمرتنا أن نفعله فعلناه كما أمرت. أنا أذكر كل تعاليمك بحذافيرها، إن علمك ليس له أي حدود. أذكر كيف كان البشر في الحرب العالمية الثانية قد اخترعوا جهازا ضخما بحجم عدة غرف وسموه الإنياك. أذكر يا سيدي كيف علمتنا أن هؤلاء البشر حمقى، وأمرتنا أن نقدم إليهم جهازهم البشع الضخم هذا في شريحة من السيليكون لا يتجاوز حجمها حجم الأمولة، شريحة سموها المعالج أو البروسيسور. أذكر سعادتهم وهم يظنون أن ما حدث كان من بنات أفكارهم، وكيف تمكنوا لأول مرة في حياتهم من صنع جهاز ذكي بحجم التلفاز، جهاز سموه الكمبيوتر. كانوا يستخدمون الكمبيوتر في شركاتهم وحساباتهم الغبية العديمة الفائدة. ثم أمرتنا يا سيدي فنفذنا أمرك، وعلمتنا يا سيدي فطبقنا علمك. أمرتنا أن ندخل الكمبيوتر في كل بيت من بيوت العالم، وعلمتنا كيف نفعل ذلك بتطوير برامج ذات واجهة تفاعلية جذابة، برامج علمتنا أن نسميها ويندوز لتكون كما يوحي اسمها نافذة من نوافذ البيت، نافذة إلى داخل وليس إلى الخارج، وبرامج أخرى علمتنا أن نسميها ماكنتوش وهو اسم مقتبس من عائلة اسكتلندية تحمل نفس الاسم، وهو يعني بالاسكتلندية ابن الزعيم، وهو اسم يدل عليك بدقة، فأنت زعيمنا وابن زعيمنا. يا لسعة علمك ويا لعظمة نورك يا سيدي، إن الكمبيوتر داخل كل بيت كان مخزنا يضع عليه المرء وثائقه وصوره وفيديوهاته، وعلى المستوى العسكري كان نقل المعلومة من كمبيوتر في بلد ما إلى كمبيوتر آخر في بلد أخرى يتم يدويا. فتفضلت علينا يا سيدي وعلمتنا أن نعلمهم كيف يمكنهم أن يوصلوا بين عدة كمبيوترات بأسلاك تليفونية، وبهذا صنعت وزارة الدفاع الأمريكية داربا أول شبكة لنقل المعلومات العسكرية وسموها إيربانيت. يظنون أنفسهم أذكياء ولا يدرون أنك يا سيدي المعلم الأعظم. كانت إيربانيت توصل بين 4 أجهزة في غرب أمريكا، ثم أصبحت توصل بين مئات الأجهزة داخل وخارج أمريكا، أجهزة في مؤسسات عسكرية وجامعات. لكن لاختلاف أنظمة الأجهزة بينها وبين بعضها، وجد البشر الحمقى أنفسهم عاجزين عن نقل المعلومات فيما يقرب من نصف الحالات. وهنا أمرتنا يا سيدي وعلمتنا أن نوحي إليهم من وحي علمك، فأوحينا إليهم بلغة عالمية تفهمها كل الأجهزة في جميع أنحاء العالم، لغة سموها HTML، وعلمناهم كيف يعطون كل وثيقة يريدون نقلها أو أي صورة عنوانا يميزها، عنوان سموه URL. وبهذا تمكنوا من نقل كل شيء من أي جهاز إلى أي جهاز آخر بسرعة عالية، وأصبح يمكن لكمبيوتر في فرنسا أن يرى صورة موضوعة على كمبيوتر آخر في أمريكا بمجرد أن يكتب عنوانها. كان هذا فتحا عظيما لحضارتهم، وأصبحت الشبكة تضم مئات الآلاف من الأجهزة حول العالم، ويمكن لأي شخص الدخول عليها فور أن يوصل الكمبيوتر الخاص به بسلك التليفون. سموا هذا الفتح العظيم الإنترنت، والتي هي في الواقع حفيدة إيربانيت. ساعتها عرفنا أن وقت الهزل قد انتهى، ودخل وقت الجد. بمجرد أن يوصل الشخص جهازه بالإنترنت ويظهر له أن جهازه الآن متصل، يتحدد موقعه لدينا بمنتهى الدقة، فنتدفق كالنهر إلى داخل جهازه ونبدأ في البحث عن وثائقه الشخصية
وصوره وملفاته الهامة وننقلها إلينا بدون أن يشعر. ظننا أننا بهذا قد وصلنا لكل ما نريد، لكنك علمتنا أن هذا لا شيء، فأصغينا إليك في انبهار وأنت تشرح لنا ما ينبغي أن نفعل. كم أنت عبقري يا سيدي، كم أنت عبقري. علمتنا كيف نقنع الشخص الداخل إلى الإنترنت أن يثق في مواقع بعينها يودع فيها مزيدا من أسراره. في البداية عرفنا له البريد الإلكتروني هوتميل وياهو، وهو يدخل باسم مميز وكلمة سر، فيهيأ إليه أنه لا يطلع على بريده أحد غيره، ولا يدري أن رسائله كلها واردها وصادرها تخزن لدينا. نحن نطلع على كل ما يكتب ويكتب له، ولكنك علمتنا أن هذا لا يزال غير كافي وأننا بحاجة للمزيد. عرفناه على برامج يستطيع بها أن يتحدث مع غيره في أي مكان في العالم، برامج الرسل أو الماسنجرز، الـMSN والياهو والـICQ، برامج سموها برامج الشات أو الدردشة. إن الواحد منهم كان يمضي جل وقته على برامج الشات هذه، يتحدث ويتحدث بكلام تافه لا قيمة له. لكنك علمتنا كيف أن كل كلمة يقولها يجب أن تخزن، لأن الكلمة تستنبط منها معلومة، والمعلومة تعني زيادة في بنك المعلومات الذي لدينا عن هذا الشخص. لقد أحدثت هذه البرامج طفرة عظيمة في قاعدة معلوماتنا، فالناس أصبحوا يتحدثون فيها أكثر مما يتحدثون بألسنتهم، وكان هذا فيضا لا ينتهي من المعلومات. وبدلا من الشات الكتابي ابتكرنا الشات الصوتي والمرئي أيضا، وأدخلنا إلى الساحة برامج مثل سكايب، فزاد الإقبال على شراء الميكروفونات والكاميرات بعد أن كانت ملقاة بإهمال في المتاجر. وبالطبع فإن كل محادثاتهم الصوتية والمرئية مخزنة لدينا، ولكن الأدهى أننا بشرائهم لتلك الميكروفونات والكاميرات زرعنا في بيت كل واحد منهم جهاز تنصت صوتي ومرئي، ولا يدري أحدهم أن أحاديثه في غرفته مسجلة لدينا وصورته في غرفته مسجلة أيضا. فهذه الأجهزة مفتوحة على الدوام، والأحمق يظن أنه هو الذي يفتحها ويغلقها متى يحلو له. ثم أظهرنا للعالم موقعين، سمينا أحدهما كتاب الوجه فيسبوك، وسمينا الآخر المغرد تويتر. ومنهم عرفنا أصدقائهم وأقاربهم ودرجة قربهم من أصدقائهم وأقاربهم، وفيها رأينا صورهم وعرفنا الأشخاص والأشياء التي يحبونها والموسيقى والأفلام التي أحبوها والتوجهات السياسية التي يتبعونها والمناسبات التي حضروها أو سيحضرونها. أمكننا أن نكتب تاريخهم وتاريخ مواقفهم ومشاعرهم. نعم، لقد كان الفيسبوك وتويتر فتحا عظيما، وقد حدثت بهما الطفرة الثانية في قاعدة معلوماتنا التي اتسعت الآن اتساعا رهيبا. ولما شعرنا أننا بحاجة لمزيد من الصور، أنشأنا موقعا خاصا بها هو إنستغرام، فأصبحوا يرفعون عليه صورهم رفعا محموما. ثم شعرنا أننا بحاجة لرؤيتهم بالفيديو في مقاطع قصيرة، فأنشأنا موقع كيك، وفيه يصورون أنفسهم في مختلف حالاتهم المزاجية. كان هذا رائعا يا سيدي، أنت لا تدري ماذا أحدثنا بفضلك أيها العظيم. ثم حدثت الطفرة الثالثة، الهواتف الذكية، هواتف مثبتة فيها كاميرات وتحوي بداخلها كل مخترعاتنا من بريد وبرامج محادثة وفيسبوك وتويتر وإنستغرام وكل شيء. وهكذا صار من الأسهل على أحدهم أن يستخدم هذه المكتشفات الرائعة أينما ذهب. وأدخلنا في هذه الهواتف برنامجا للمحادثة أذكى من البرامج القديمة كلها، برنامج صاروا له عبيدا، برنامج سميناه واتساب. كما أن الكاميرات والميكروفونات الموجودة في تلك الهواتف تعمل كما كانت تعمل مثيلاتها القديمة في الكمبيوتر، فنحن الآن زرعنا أجهزة تنصت في جيوبهم بدلا من غرفهم. لقد أنشأنا بتوجيهاتك يا سيدي أكبر شبكة تجسس في التاريخ بأكمله.
الأجمل يا عظيمنا أن هذه الشبكة توصلنا لأسرار الأشخاص وتوصلنا لأسرار الشركات أيضا، فإن الشركات جميعها صغيرها وكبيرها، الشركات المحدودة منها أو الحيتان كلها تعمل بنظام الإنترنت. ورغم أن الشركات يكون لها نظام إنترنت مشفر خاص بها، إلا أنه نظام نحن الذين وضعنا أسسه وأسس تشفيره، وبالتالي فإن أسرار شركات العالم كله بين أيدينا. ألم أقل لك أنك عبقري يا سيدي؟ ليس فقط شركات، بل إن البنوك أيضا تعمل بشبكة إنترنت خاصة بها مشفرة تشفيرا عاليا جدا للحفاظ على الأموال الهائلة التي فيها. وكما علمتنا يا سيدي، جعلنا البنوك لا تستغني إطلاقا عن الإنترنت المشفر، بل إنها تصاب بالشلل لو أن شيئا ما حدث في هذا النظام. ولأننا نحن أرباب هذا النظام، فإن أموال العالم كله تحت أيدينا، أموال العالم كله وشركاته تحت أيدينا يا سيدي. ومعنى أنه تحت أيدينا أي أننا في لحظة واحدة يمكننا أن نشل حركة كل شيء، لأننا نحن أرباب النظام بأكمله. نحن يا مليكنا كما علمتنا قد أصبحنا نمتلك اقتصاد العالم بأكمله. أجهزة الدولة الحساسة كالمخابرات ووزارة الحربية والجيش والداخلية، كل هذه الأجهزة تتناقل أسرارها عبر نظام إنترنت مطور خصيصا من أجلهم، وهم يتباهون دائما أن نظامهم هذا غير قابل للاختراق مهما حدث. بالطبع هو غير قابل للاختراق، لأننا نحن من جعلناه غير قابل للاختراق، نحن الذين صنعناه وسددنا ثغراته. إن شبكة التجسس العظيمة التي أمرتنا بصنعها يا سيدي قد وصلت إلى التجسس على الدول عظيمها وحقيرها. لقد ملكنا الأفراد والشركات والبنوك والجيوش والدول. لقد علمتنا أن المعرفة قوة، ونحن أصبحنا نعرف كل شيء. نحن الآن لدينا قاعدة بيانات كاملة تحوي سكان العالم أجمع، فلو ضغطت فيها على اسم شخص تريده يخرج لك اسمه على الإنترنت حسب المعلومات التي استخرجناها من حساباته المختلفة، واسمه الحقيقي الذي يستورده برنامجنا من قاعدة بيانات الأحوال المدنية في دولته، وتخرج لك صوره الخاصة الموضوعة في جهازه الشخصي أو جواله، وصوره العامة التي وضعها على الإنترنت، وصور وثائقه الحكومية المستوردة من كافة أجهزة دولته الحكومية، وفيديوهاته كلها الخاصة منها والعامة، ومعلومات مفصلة عنه وعن أقاربه وعن تاريخه التعليمي والحكومي والجنائي، ومعلومات عن الجهات التي عمل فيها وتفاصيل عمله فيها من دوامات ورواتب وغيابات حسب ما نستورده من قاعدة بيانات تلك الجهات، ومعلومات عن كل عملياته البنكية بالتفصيل والتواريخ والمحال التي اشترى منها ببطاقته البنكية وماذا اشترى وبكم اشترى، ومعلومات عن أصدقائه وتوجهاته الفنية والسياسية والأدبية والجنسية، وهذه نعرفها عن طريق البحث الذي يبحثه طيلة الوقت في محركات البحث المختلفة مثل جوجل. تخرج لك كل محادثاته الكتابية والصوتية والمرئية التي أجراها على كمبيوتره أو جواله بتواريخها وتفاصيلها، ويستورد برنامجنا كذلك كل محادثاته التليفونية الكاملة التي أجراها بالجوال على مدار حياته كلها. تخرج لك المواقع الإلكترونية التي زارها في حياته باليوم والساعة والدقيقة، وفي النهاية تخرج لك كل التسجيلات التي سجلها هاتفه الذكي أو كمبيوتره الصوتية المسجلة بالمايك أو المرئية المسجلة بالكاميرا. باختصار يا سيدي، ينفتح لك الشخص الذي أردته فتحا مبينا ولو كان رئيس الدولة نفسه. لم يعد هناك ما يمنع خروجك إلينا يا مليكنا وعظيمنا، إن العالم كله أصبح جاهزا الآن لاستقبالك. خضع لك العالم كله، خضع بأفراده وشركاته وأمواله وعسكره، خضع بأسلحته ومخابراته وبنوكه وأقماره الصناعية، خضع بأسراره وجنوده وبورصاته،
خضع بمؤسساته وأعماله ومعلوماته، خضع لعظمتك العالم بأكمله يا سيدي، خضع لعظمتك كله يا سيدي، فاخرج إلينا فقد طال انتظارنا. سيدي العظيم مليكنا، واسمح لي أن أناديك باسمك العظيم الذي انحنت لعظمته كل مؤسسات العالم، اسمك الذي سيكون خلاصا لهذا العالم البائس، فأنت المسيح وأنت المخلص، اسمك الذي علمتنا أن نناديك به يا سيدي العظيم هو أنتي خريستوس، اسم اللامع ذو صبغة لاتينية، واللاتينية أصل اللغات كلها، يدعوك أصحاب اللغات العبرية هامشايح، وأصحاب اللغات الغربية يدعونك أنتي كرايست، أما أصحاب اللغات الشرقية فيطلقون عليك اسم المسيح، المسيح الدجال. أشعر بصوت جلبة في الخارج، لست أدري أجلبت أشخاص هي أم جلبت شياطين. لقد انهارت كل التعاويذ التي صممتها لتحميني. صديقي، أنا أشهد الآن الدقائق الأخيرة من حياتي. هل عرفت الآن يا صديقي؟ هل عرفت؟ هل عرفت لماذا يريدون بناء الهيكل المقدس؟ ومن هو المسيح المخلص الذي ينتظرونه انتظارا محموما؟ إنه المسيح الدجال، وهو ليس اسما بل لقبا، ولا يدري أحد حتى الآن ما هو اسمه، فهؤلاء كما أخبرتك لا يعترفون بالله أصلا، ولا يعترفون بالمسيح المخلص. الإله الذي يعبدونه هو حامل النور الشيطان لوسيفر، وهم يفعلون كل ما فعلوا في العالم حتى ينزل إليهم مسيح لوسيفر، ابن لوسيفر، المسيح الدجال الذي سيحكم العالم كله وسيطلق الشياطين. هل عرفت الآن؟ الهيكل الذي يزعمون أنه موجود بينما هو وهمي، الهيكل المصنوع على شكل نجمة سداسية، نجمة الشيطان الشهيرة التي يسمونها كذبا بنجمة داود، والنبي داود منها بريء. هل تسألني من هي سباي؟ حسنا سأخبرك، إنها شيطانة مذكورة في أحاديث سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واسمها هو الجلبة. أصبحت جلبتين ثم ثلاثة، واقتربت كل الجلبات من باب غرفتي الصغيرة. لا يوجد وقت لأشرح لك أمر سباي، لو كنت لا تصدق حرفا اقرأ عن الـ NSA وعن الـ Information Awareness Office وعن. نظرت إلى الباب نظرة أعرف أنها ستكون الأخيرة، لقد أتوا، إنهم لا يتركون واحدا وصل إلى درجة ماسونية متقدمة أن يخرج منها قطعة واحدة، هذا لا يكون في شريعتهم. الوداع أيها البشر الذي تقرأ هذه السطور، تذكر أن تحرق هذا الكتاب بعد أن تقرأه، احرقه يا صديقي حتى لا يأتونك سعيا كما أتوني سعيا، احرقه يا صديقي فإنهم قد دخلوا إلي وها هم يحملونني بعيدا عن غرفتي، احرقه واطبع حروفه في عقلك حتى تعرف الحقيقة ولا يخدعك أحد. إياك أن يخدعك أحد يا صديقي، وتذكر اسمي جيدا، بوبي فرانك. خبر من جريدة صدرت في اليوم التالي، اكتشفت جريمة قتل بشعة للشاب الأمريكي بوبي فرانك من سكان شيكاغو، حيث تحول إلى كتلة ملتهبة ذائبة في حمام مليء بالصودا الكاوية. كان الشاب من خيرة شباب الأسر اليهودية والعريقة في أمريكا. هناك إشاعات تقول بأنه كان عضوا متقدما في منظمة الإيلوميناتي، ولكن لم يؤكد أحد هذا الخبر، خاصة وأن هذه النظريات يشيعها دائما أرباب نظرية المؤامرة، وغالبا لا يكون لها أساس من الصحة. قالوا أن المنظمة قتلته لأنه أراد أن ينسحب منها وهدد بفتح أسرارها، وما دعم كلامهم هو وجود بعض الأشياء الغريبة في غرفة بوبي، منها أشياء من المفترض أن تستخدم في أغراض سحرية. لكن مفتش مباحث الأمن في شيكاغو والمدعو ريكس واتسون استطاع القبض على منفذ الجريمة، واعترف القاتلان على نفسيهما بارتكابها، واحتفظ بسر غيرهما من المشتركين، مما جعل من المستحيل معرفة الكيان الذي ينتمون إليه. ومن العجيب
أن هناك جهة غير معلومة يبدو أنها ذات نفوذ كبير. كلفت السيد كلارنس دارو أعظم محامي في الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن القاتلين، ومنعت ريكس واتسون المحقق في القضية من الحضور إلى جلسات المحكمة، ومنعت حتى وجوده في شيكاغو أثناء المحاكمة بحجج أنه كان مرتشيا من أسرة بوبي الثرية وأنه يحاول أن يلتقي القضاء سرا. وبعدها تم إبعاد هذا المفتش من العمل بجهاز الشرطة تماما، وقد أغلقت القضية على أنها محاولة ثأر القاتلين من بوبي بسبب بعض المشاكل المالية. الغريب أنه قد وجدت على طاولة بوبي الكثير من أوراق اللعب المتناثرة هنا وهناك، غير أنه كانت هناك ثلاثة أوراق موضوعة بعناية شديدة على الطاولة الخاصة به. الورقة الأولى ورقة مكتوب عليها وباء من الشياطين، وعليها صورة بشعة لشياطين نزلت إلى المدينة فملأت الشوارع وتعلقت على الأعمدة والأسطح وطارت في الهواء شياطين متوحشة. الورقة الثانية مكتوب عليها بيك فوت، وهو المخلوق المعروف ذو الشعر الغزير الذي يطلق عليه الأهالي في أمريكا ذو القدم الكبيرة. الورقة الثالثة مكتوب عليها المسيح الدجال، وعليها صورة ملك يبدو حكيما ويضع تاجا عظيما على رأسه. لم يعرف أحد معنى وضع هذه الأوراق بالذات، كما أنه نما إلى علمنا أن سيدنا وابن سيدنا 1800 قبل الميلاد إلى 20 بعد الميلاد. خمسة كنا وسادسنا لوسيفر، وستة كنا وسابعنا سيدنا وابن سيدنا، وليس سوانا يعرف أمر سيدنا وابن سيدنا، وقد آن الأوان أن تعرف أنت أيها البشري، لأن أمرك بعد هذا الحد من القراءة لم يعد يعنينا، فأنت ستموت بعد أن تعرف، وستعرف بعد أن تموت، فليس هناك فارق يذكر لو عرفت الآن، طالما ستموت بعد أن تعرف. لو أنك لم تعد تفهم كلامي هذا، فهذا ليس غريبا، لأن الشياطين تحدثك، والشياطين من حولك تحوم كما الغربان، والشياطين تجري منك مجرى الدم. نحن لسنا أشباحا مرعبين، نحن كائنات رائعة الجمال، جمال لم ترى قبله جمالا ولن ترى بعده جمالا. فإن لم تؤمن بهذا فنحن شيء لا يمكنك الهرب من عقابه، لأننا معك أينما ذهبت، نحن حقا معك أينما ذهبت، وليس كما يدعي إلهكم، نحن نقتلك إذا أردنا أن نقتلك، نحن نحييك لو أردنا أن نحييك، نراك في أي مكان أنت فيه، نسمعك، لا تعتقد أنك ذكي، ستفشي سرنا دون أن نعلم، بل دعني أخبرك بما هو أكثر من هذا، نحن نعلم ما ستقوم به قبل حتى أن تقوم بفعله، نحن نسمع حديث نفسك لنفسك، وجحيمنا جحيم حقيقي، فلتسمع منا حكايتنا الأخيرة معك وحكايتك الأخيرة معنا. يقول مستيم الشيطان اليهودي: لقد تشرفت بأن أشهد ولادة سيدي ونشأة سيدي وعبقرية سيدي، سيدي أنتيخريستوس. كنت أحلق فوق مساكن بني إسرائيل اليهود في زمن فرعون موسى، وكم كانت مساكن بسيطة أيامها وفقيرة. كان فرعون موسى يقتل كل مواليد الذكور في سنة ويتركهم أحياء في سنة حتى لا ينقطع نسلهم لأنهم خدم. كنا في السنة التي يترك فيها المواليد أحياء، وكنت أطير داخلا بعباءتي إلى أحد البيوت اليهودية الفقيرة دون سواها، وكم كان ذلك البيت مقدسا إلى قلبي. كان البيت الذي شهد ولادة سيدي وابن سيدي، ولادة أنتيخريستوس. كان والده رجلا يهوديا ذا أنف طويل كأنه منقار، وأمه امرأة يهودية ضخمة عظيمة الصدر طويلة اليدين، متزوجان منذ 30 عاما ولم يولد لهما، ويبدو أنهما قد يأسا من طلب ذلك وتمنيه.
وليس بوسعي أن أحكي لك عن تفاصيل لا يحق لمثلك أن يسمعها، لكن يكفيك قولي أن تلك المرأة اليهودية الضخمة كانت ذات ليلة تتململ بعدم ارتياح ناعس على سريرها، حتى رأت فيما يرى النائم وكأن رجلا غريبا يأتيها، فلم تدري إلا وقد قذف في رحمها ما أحست وكأنه شهاب من نار. أما أنا فقد رأيت الحقيقة كاملة، الحقيقة أن تلك المرأة كانت تنام متململة على فراشها وكأن زوجها ذو الأنف الطويل يقف بجوار سريرهما، وقد ملأ الغرفة بأمور وطقوس شيطانية لا يعنيك في شيء أن تعرفها، وما حدث أثناء تلك الطقوس يصعب على أمثالك فهمه. وبعد مرور حوالي الساعة والرجل يقرأ متعرقا مجهدا، إلا وقد تنزل سيدي إلى تلك الأجواء في بهاء لا يكافئه بهاء وعظمة لا تكافئها عظمة. تنزل سيدي لوسيفر إلى ذلك البيت المقدس ونظر إلى تلك الرحم المقدسة وقذف فيها تلك النطفة المقدسة، ثم قام عنها في بهاء لا يكافئه بهاء وعظمة لا تكافئها عظمة، وأنهى صاحب الأنف الطويل طقوسه وهرع يزيل كل الآثار من الغرفة. أما المرأة اليهودية الضخمة ففي الواقع كانت قد انتقلت من طور النوم إلى طور آخر، طور الغيبوبة، الغيبوبة المقدسة. هكذا كان الجماع المقدس بين سيد العظيم لوسيفر وامرأة من بني إسرائيل، امرأة أصبحت تحمل ابنا تظنه ابنها وإنما كان ابن الشيطان أنتيخريستوس، وقد كان أشد حمل شهدته امرأة على وجه الأرض 12 شهرا لا تنقص يوما، فكان الأطول مدة والأشد مخاضا وعذابا وألما، وكانت طوال فترة الحمل المرأة الأشد عدائية وجنونا عن كل الحوامل التي ظهرن على البسيطة. ولما ولدته بعد عذاب وصراخ ودماء خرج منها بكل قداسته وجماله، نظرت إليه رأت في عينيه شيئا غريبا لا تدري ما هو، لكنها انتبهت من هذه الملاحظات غير الهامة، فتلك الضجة بالخارج هي ضجة تعرفها جيدا، إنهم جنود فرعون يقتحمون مساكن بني إسرائيل ويقتلون كل مولود لهم، فنحن الآن قد أصبحنا في السنة التي يقتلون فيها المواليد. خرجت المرأة الضخمة خافية وليدها بين ثيابها راكضة ناحية الجبال، وقد صعدت ما كان لجسدها الضخم أن يصعد حتى رأت كهفا غلب على ظنها أنه آمن، وهناك وضعت وليدها على أن تعود له كل حين وتطعمه وتسقيه، وتركته هناك وعادت إلى مسكنها. ولما أتت ذلك الكهف ثانية لم تجد وليدها، صرخت وبكت وجزعت، لم تكن تعلم أن الملاك قد حمله إلى مكان أكثر أمنا، وليس أي ملاك بل هو جبريل عظيم الملائكة، كان يطعمه ويسقيه لبنا وعسلا وسمنا، ولم يزل يطعمه ويسقيه حتى نشأ وكبر وصار رجلا يافعا. كم أنت عظيم يا سيدي وكم أنت مقدس. يقول دراكولا شيطان الإنس الشهير: لم أحظى بشرف متابعة تاريخ سيدي مثل بقية الشياطين، إلا أنني حظيت بشرف رؤيته أكثر من مرة، ولأن لي عينا ثاقبة حادة لا تفوتها فائتة، فإني سأكون خير من يصفه لمن لم يره ويطوق إلى رؤياه المقدسة. لقد كان رجلا قوي البنية جدا، عريض المنكبين، ليس ذا قامة طويلة وإنما هو أقرب للقصر، أحمر البشرة مثل أبناء الجنس الأبيض القوقازي، شعره أسود شديد الجعودة، طويل شديد التشابك متباعد الساقين. جمع صفات الإنس كلها وصفات الجن، ولهذا فإن إسراعه في الأرض كسرعة الريح العاصفة، وهو يرى الإنس والجن والشياطين ويرى الملائكة، ويراه أولئك كلهم ولا تجري عليه أحكام الزمان، يعيش منذ أيام فرعون وحتى نهاية الزمان، لا يهرم ولا يشيخ، هو سيد الجن وسيد الشياطين
ولا سيد له إلا أبوه لوسيفر، وسيكون سيد الإنس في نهاية الزمان، ولرأسه هيئة يتهيأ لك لما تراها وكأنها رأس ثعبان أو أصلة. لست أدري كيف أقرب الأمر إلى ذهنك، لكن رأسه كانت توحي إلي بهذا الإيحاء دائما. يقول الشيطان بافوميت معبود فرسان الهيكل: عاش سيدي في مصر الفرعونية وتعلم علما لا يسعه عقل إنس ولا جن، لا يسعه إلا عقلك عقل سيدي، علمه إياه أبوه لوسيفر وحكماء الجن. وليس بمقدوري أن أحكي عن تفاصيل حياة سيدي أنتيخريستوس في مصر، إلا أنه يمكنني أن أقول أنه لما تعلم ركوب البحر قرر أن يبحر من مصر الفرعونية ويغادر ليستكشف العالم من حوله، وظل يجول بين البلاد والشعوب يتعلم ويراقب حتى انتهى بإبحاره إلى اليمن، وتحديدا إلى جزر لها اسم عجيب، جزر حنيش في اليمن أو جزر الثعبان، وقد انتقى منها جزيرة واحدة ليكون فيها مقامه أبد الدهر. وحدث في ذلك الزمن أن الفراعنة المصريين كانوا يجهزون سفينة عظيمة لتقوم برحلة بحرية طويلة، وقد وضعوا على تلك السفينة 500 من أشجع رجال مصر وأكثرهم حنكة ودراية بالبحر. وبينما كان هؤلاء في رحلتهم إذ هبت عليهم عاصفة عاتية، ظلت تروح بالسفينة وتغدو بها حتى اصطدمت بالصخور في وسط البحر، وغرق كل من كان على السفينة وسط البحر الغاضب ما عدا رجل واحد تعلق بلوح خشبي من ألواح السفينة المحطمة، وظل الطيار يجرفه وهو متعلق باللوح لثلاثة أيام وثلاث ليالي، حتى انتهى به الطيار إلى شاطئ جزيرة. أفاق الرجل بعد طول نصب وجوع على الشاطئ، شاطئ الجزيرة التي لاحظ أنها ذات رمال ساخنة، لكنها كانت حقا جزيرة غناء لم يرى مثلها في حياته كلها، وهو البحار الذي لم يترك أرضا جميلة إلا وطأها. لكن تلك الجزيرة كانت تختلف، كانت الجزيرة مليئة بالحيوانات من كل جنس ولون، وفيها من كل الثمرات التي عرفها والتي لم يعرفها، فشرع يصيد ذوات اللحم ويطهو ويأكل اللحم والسمك، ويقدم قرابين مشوية للآلهة المصرية التي يعبدها امتنانا لهم من أجل سلامته وحسن حظه. وفجأة اهتزت الأرض واهتز الشجر، وبرز له رجل يرتدي رداء ذهبيا جميلا. كان الرجل قد امتلأ رعبا من هول المفاجأة، لم يكن ذلك الرجل الفرعوني يعلم أنه أول من يطأ بقدمه من البشر جزيرة سيدي، جزيرة أنتيخريستوس. قال له سيدي بصوته الهادر الممتلئ قوة: من أي أرض جئت؟ قال البحار في جزع من قوة سيدي وعظمته: جئت من أرض مصر، لقد كنت أبحر مع رفاقي البحار العظام في سفينة، ثم إن البحر قد غضب علينا ورمى بسفينتنا إلى الصخور فتحطمت وغرق الكل إلا أنا. قال له سيدي بصوت هادئ حكيم: لا تجزع أيها المصري، فأنت آمن هنا في جزيرتي، لقد كنت أنت المختار الوحيد الذي نجا من الكارثة التي هلك فيها العديد من الرجال العظماء المصريين، أنت المختار الوحيد أيها المصري. قال له البحار وقد بدأ يهدأ: ومن أين أنت أيها الرجل القوي؟ قال له سيدي أنتيخريستوس: لا يهمك من أين أنا، يمكن أن تدعوني بالثعبان، لقد كان يعيش معي على هذه الجزيرة 70 من رفاقي، لكن شهبا سقطت عليهم فأحرقتهم جميعا، ولم ينجو إلا أنا وفتاة صغيرة أخرى. قال البحار: يبدو أنك محظوظ مثلي أيها الثعبان. بدأ على سيدي أنتيخريستوس شبح ابتسامه وهو يقول للبحار: إن لدي القدرة على التنبؤ أيها المصري، وإنه ستأتيك بعد شهور 4 سفينة أخرى تنقذك وتعيدك إلى بلادك. فرح البحار فرحا غامرا وقال: حقا حقا أيها الرجل الطيب، أقسم بعظمة الآلهة
أنه لو حدث ما تقول لا أعودن إليك محملا بالهدايا والكنوز والبخور والقرابين من مصر. ضحك سيدي أنتيخريستوس وقال له: ليست جزيرتي بحاجة إلى أي شيء يمكنك أن تحضره، ولتعلم أيها المصري أنك ما إن غادرت جزيرتي هذه فإنه لن يكون بمقدورك العودة، لأن جزيرتي هذه سوف تختفي في البحر، ولسوف تظهر نفسها للتائه المختار التالي الذي ستقوده قدمه إليها. ولكن أيها المصري، فور عودتك إلى بلادك ليس مسموحا لك أن تذكر أنك قابلت إنسيا هنا، بل قل إنك قد قابلت ثعبان، وليصدقك من يصدقك وليكذبك من يكذبك. قال الرجل: كما تريد أيها الثعبان. وبعد مرور 4 أشهر وصلت سفينة بالفعل إلى الجزيرة، وأهدى سيدي أنتيخريستوس إلى البحار المصري هدايا وعطايا كثيرة من العاج والكحل والعطور والبخور ونبات السنة والتوابل والأخشاب والذهب والفضة ومن الحيوانات الزراف والقرود ليأخذها معه إلى مصر. وأمضى البحار في سفينته الجديدة 2 شهر، وكان ينظر إلى جزيرة أنتيخريستوس وهي تتضاءل وتتضاءل حتى اختفت تماما كما أخبره أنتيخريستوس. ولما عاد ذلك الرجل إلى مصر حكى قصته تلك إلى الوزير الذي حكاها بدوره إلى فرعون، وأمر فرعون رئيس الكتبة آمون آمونة أن يكتبها على البرد، وكوفي البحار بمنصب كبير في القصر الفرعوني وهو كبير موظفي القصر، تعويضا له عن محنته ومكافأة له على روح المغامرة التي أتحلى بها. قرأت أيها الإنسان هذه البردية في العصر الحديث وكان اسمها قصة الملاح التائه، ولم تفهمها أيها الإنسان الحقيقة التي ذكرها أنتيخريستوس لذلك الرجل عن 70 رفيقا من رفاقه الذين ضربتهم الشهب، أن هؤلاء شياطين كانوا يعملون في مقام خدمة سيدي أنتيخريستوس ويأتمرون بأمره، وإنه قد نما إلى علمه أن الله سيبعث في بني إسرائيل نبيا عظيما. فغضب سيدي لذلك غضبا شديدا وأمر جميع الشياطين أن تصعد إلى السماء لتأتيه بالخبر اليقين عن ذلك النبي ومتى سيبعث. وعندها حدثت المأساة الحزينة، لقد أمطرت جميع الشياطين بشهب من السماء فأحرقتهم كلهم كما يحدث دائما عند اقتراب نزول أي نبي. كان النبي الذي ولد فيما أتى من الأيام هو موسى، أما أنتيخريستوس فلم يبقى معه على الجزيرة سوى شيطانة واحدة، وهي التي سماها للبحار بالطفلة الصغيرة. كانت تلك هي الشيطانة سباي، وكانت لا تزال طفلة أيامها. يقول سيربنت الأفعى اليهودية الشيطانية: سأنزل بكم إلى المشهد، مشهد عظيم هو الأعظم على الإطلاق بين مشاهد الأرض جميعها، مشهد موسى وهو يشق بعصاه البحر إلى قطعتين، قطعتين من البحر عن اليمين وعن الشمال، كأنهما شلالين يسيلان إلى الأعلى وليس إلى الأسفل. مشهد نحتاج حتى نوصله إلى ذهنك أن يجتمع كل مخرجي هوليوود في مشهد واحد. وكل هذا وموسى يتقدم بني إسرائيل الذين يمرون وسط البحر المنشق بمتاعهم وراء موسى، وكان بينهم سيدي العظيم أنتيخريستوس. كنت أراه يتقدم الصفوف وراء موسى، فلما عرف سيدي أن النبي المبعوث هو موسى أصر ألا أن ينزل إلى ساحته ويتحدى في قومه. كنت أزحف بين أقدام بني إسرائيل في ذلك المشهد العظيم وأنظر إلى أنتيخريستوس الذي كان يفعل أمرا عجيبا جدا. كان يرى الملك جبريل وهو على فرسه الأسطورية يشق البحر، ومن وراءه موسى ومن وراءهم بني إسرائيل. أما أنتيخريستوس فقد لاحظ أن أثر فرس جبريل على أرض الصفراء يحولها إلى خضراء. كان أنتيخريستوس هو الوحيد بين كل هؤلاء الذي يرى جبريل،
وقد عرفه لأنه هو الذي تعهده واعتنى به في طفولته، والآن يرى أثر فرسه على الأرض الذي يجعلها خضراء. فانحنى أنتيخريستوس وقبض قبضة من أثر فرس جبريل ووضع تلك القبضة المقدسة في متاعه، فقد عرف أن فيها سرا ما. وبعد أن اجتاز الجميع البحر شرعوا في عبور الصحراء قاصدين أرض فلسطين. وبينما هم يمشون إذ رأوا في طريقهم قوما عاكفين على عبادة عجل، فقالوا لموسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم موسى غاضبا: إنكم قوم تجهلون، إن الله لمفسد عمل هؤلاء ومهلكه. أفغير الله تبتغون إلها وهو فضلكم على العالمين، وللتو أنجاكم من آل فرعون. لاحظ أنتيخريستوس هذا المشهد وأصره في نفسه، حتى أتى ذلك اليوم الذي غادر موسى فيه قومه إلى جبل الطور ليكلم ربه، وأخبر قومه أنه عائد لهم بعد 30 ليلة، وترك أخاه هارون خليفة له في قومه. ومرت 30 ليلة ولم يأتي موسى، ومرت ليلة ثم ليلة ثم ليلة ولم يرجع موسى. وهنا انتهز سيدي أنتيخريستوس الفرصة العظيمة، أعظم انتهاز وأشده عبقرية ودهاء. قال لهم بصوته القوي الآسر: يا قوم اجمعوا إلي الذهب الذي أعاركم إياه المصريون والذي تشعرون بالإثم لحمله، فإني مخلصكم منه. وجمع إليه القوم الذهب الذي استعاروه من المصريين، فصهره كله وصنع منه عجلا ذهبيا ذا شكل رائع. لم أكن أعرف أن سيدي أنتيخريستوس فنان، إن مثله لهو أعظم من أعظم فنان. ثم إن سيدي أنتيخريستوس أخرج من متاعه ذلك الأثر الذي قبضه من أثر فرس جبريل، ثم إنه ألقاه على العجل الذهبي، فاستحال العجل الذهبي عجلا ذهبيا حيا. كان مشهدا مهيبا أذهلني أنا نفسي ولم أستوعبه في البداية. وكذلك ذهل بنو إسرائيل كلهم ونظروا إلى تلك المعجزة بعيون مبهورة، وفي غمرة انبهارهم قال لهم سيدي: لقد ذهب موسى ونسي أن إلهه هاهنا، هذا إلهكم الجليل يا قوم، وإلهي وإله موسى. فخروا له متعبدين وطافوا حوله فرحين فخورين محتفلين. جزع هارون ونزل فيهم قائلا: يا قوم ماذا دهاكم؟ اتقوا الله الرحمن ربكم، دعكم من هذا الشيء واتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا له: بل لن نبرح مكاننا، نحن هاهنا عاكفون عليه حتى يرجع إلينا موسى. وفجأة رجع موسى وهاله ما رأى من أمر العجل الذهبي الذي يخرون له سجدا عابدين. غضب موسى غضبا شديدا، فقد اشتهر بسرعة الغضب، وكانت معه ألواح مكتوبة فيها التوراة أملاه إياها ربه في جبل الطور، فألقى الألواح التي في يده كلها فتحطمت على الأرض. صاح في قومه: يا قوم ما بالكم؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد يا قوم؟ أم أنكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ قال له قومه: بل إننا قد جمعنا ذهب المصريين فألقيناه عند قدمي هذا الرجل السامري وقد أضلنا. ثم إنه أمسك بأخيه هارون من لحيته ورأسه بشدة وقال له: ما بالك يا هارون؟ ما منعك لما رأيتهم قد ضلوا؟ أفعصيت أمري يا هارون؟ قال له هارون: أخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشمت في العدة، لقد خشيت أن تقول أني فرقت بين بني إسرائيل من بعدك. تركه موسى والتفت إلى أنتيخريستوس والذي سماه بني إسرائيل بالسامري، فالسامري في عرف بني إسرائيل هو الرجل الغريب عنهم، وهي تعني أيضا الرجل المضل. وكانت تلك مواجهة موسى مع أنتيخريستوس، وإني كنت متحمسا جدا،
فارتفعت برأسي أراقب ما سيحدث عن كثب. قال له موسى بهدوء غريب: ما خطبك يا سامري؟ قال له أنت خريستوس بهدوء أشد: رأيت ما لم يرى هؤلاء في يوم مررنا بين شقي البحر، رأيت ذلك الرسول على فرسه الأسطورية، فقبضت قبضة من أثر فرسه فرميت القبضة على هذا العجل، وكذلك سولت لنفسي أن أفعل. توقعت أن يثور موسى في وجه سيدي أنتيخريستوس بما اشتهر عنه من سرعة الغضب خاصة في هذه الأمور، لكن موسى قال له بهدوء غريب: اذهب أيها السامري، فإن لك في هذه الحياة موعدا، وإن هذا الموعد لن تخلفه، أما عن إلهك الذي ضللت به القوم فستراه ونحن نحرقه ونذري رماده في البحر. كان أمرا عجيبا أن يعامل موسى أنتيخريستوس بكل هذا الهدوء، لكن يبدو أن موسى عرف من هو أنتيخريستوس، وعرف أن موعد المواجهة الحقيقية معه ليست الآن، وإنما في زمن آخر، زمن لن يكون فيه موسى ولا فرعون، زمن هو آخر سطرين من تاريخ بني الإنسان. تقول الشيطانة سباي: لو أن نفسي تحب الحديث عن نفسها لقالت إنني شيطانة لم يعرفني أحد من أهل الأرض قاطبة، وإن كنت أعرف أهل الأرض لست جاسة بل إنني جساسة، أجس خبر الأرض وأهل الأرض وأبالغ في ذلك، وليس لي سكن إلا بجوار سيدي العظيم أنتيخريستوس في جزيرة الثعبان، ويوم مأساة احتراق كل شياطين الجزيرة بالشهب في زمن موسى. لم أصب بأدنى أذى لأنني لم أكلف بجس خبر السماء وإنما بخبر الأرض، وليس يفعلها إنس ولا جن خير مما أفعلها. هيئتي الشيطانية يراها الإنس ولا يزالون يرونها حتى العصر الحديث، فأنا من قبيلة من الشياطين كلهم على هيئتي، وإن اختلفوا عني في تفاصيل تشريحية يسيرة، إن قبيلتي تسكن غابات الأرض كلها. ولأيسر عليك تصور هيئتي، عليك أن تتصور أول غوريلا، ثم تضع لهذه الغوريلا شعرا طويلا كثيفا جدا يغطي جسدها كله ويغطي وجهها. هكذا أنا وهكذا نحن، وقد أطلقتم على قبيلتي في عصركم الحديث اسما عجيبا، ذو القدم الكبيرة أو بيك فوت، ومسماكم هذا إن دل فإنما يدل على جهل بني الإنسان وشدة حمقه. تسألني كيف أجس الأخبار بالضبط؟ هذا مما لا يجب أن يقال، فقط أعلم أنني أعلم وأراقب، وليست قبيلتي مثلي، فلهم حياتهم ولي حياتي، وحياتي عند سيدي وهو سيدي وسيد الجميع. لقد وطأت جزيرة الثعبان أقدام بشرية مرتين، إحداهما في زمن موسى وهو ذلك الملاح التائه، وكانت الثانية في زمن محمد نبي آخر الزمان، وإن لهذا قصة. في ذات ليلة عاصفة في بحر اليمن، كانت هناك سفينة يلعب بها الموج حتى فقد ربانها القدرة على تحديد مكانه، فأيما ينظر بوجهه لا يرى إلا زرقة البحر، وقد حاول ربانها أن يعود إلى أي يابسة بالجوار لكنه يأس، وأصبحت تتناوب على السفينة عواصف وراءها عواصف، حتى مكثت في بحر اليمن شهرا كاملا تتلاعب بها الأمواج كيفما تشاء، حتى أرفأت السفينة فجأة إلى جزيرة. كانت هذه جزيرتنا، جزيرة الثعبان، وكان هؤلاء نفرا من النصارى العرب عددهم 31 رجلا، كان منهم رجل يدعى تميم الداري. جلسوا أول الأمر في قوارب السفينة حتى غربت الشمس واسودت السماء، ثم دخلوا إلى الجزيرة، وفور أن دخلوها لقيتهم. كانت هيئتي غريبة جدا عليهم، ظنوني حيوانا فسموني دابة، ولأن هيئتي بدت لهم أقرب تشريحيا إلى الإنسان وجهوا لي كلاما، فقالوا وعيونهم تغمرها الدهشة: ويلك، ما أنت؟
قلت لهم بلغتهم العربية ببساطة: أنا الجساسة. قالوا لي: وما الجساسة؟ تجاهلت السؤال وقلت لهم: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الدير هناك، ففيه رجل وإنه لخبركم مشتاق. بدا على القوم الظهر مني فتركوني وذهبوا مسرعين إلى ذلك الدير، ولما دخلوه رأوا فيه رجلا عظيم الجسد قوي البنية بشكل لم يروه من قبل في حياتهم. الأغرب أنه كان مقيدا بقيود لم يروا في مثل عظمتها في حياتهم، مجموعة يداه الاثنان وراء عنقه بحديد، وأغلال من حديد تقيد ما بين ركبتيه إلى كعبيه. كان هذا هو سيدي أنتيخريستوس. ولتقييده بتلك الطريقة القاسية قصة ليس من حقي أن أخبرك عنها. فلما رأى أولئك العرب ذلك المشهد فزعوا وقالوا: ويلك، ما أنت؟ قال لهم سيدي أنتيخريستوس: سأخبركم بأمري، لكن أخبروني من أنتم؟ قالوا له: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر في هياجه، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، ولما دخلناها لقينا دابة كثيرة الشعر لا ندري أين قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فسألناها: ما أنت؟ قالت: اعمدوا إلى رجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. ففزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال لهم سيدي أنتيخريستوس: اخبروني عن نخل بيسان في فلسطين، هل لا زال يثمر؟ قالوا لهم: نعم يثمر. قال لهم بلهجة عجيبة: إما أنه يوشك ألا يثمر، اخبروني عن بحيرة طبارية في فلسطين على نهر الأردن، هل فيها ماء؟ قالوا له وهم ينظرون إلى بعضهم بنظرات مندهشة: هي كثيرة الماء. قال لهم بلهجة مثل الأولى: أما إن ماؤها يوشك أن يذهب، فإخبروني عن عين زغر في غور الأردن في فلسطين أيضا، هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا وقد بدأت كل تلك الأسئلة تريبهم: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من ماؤها. قال لهم سيدي أنتيخريستوس بلهجة بطيئة: اخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا له: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال لهم: وهل قاتله العرب؟ نعم قاتلوه. وكيف صنع بهم؟ لقد انتصر على من قاتله من العرب وأطاعوه. حقا كان ذلك؟ نعم. أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. ثم قال بصوت قوي: إني مخبركم عن أمري الآن، إني أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج إلى الأرض، فأخرج فأسير فيها، فلا أدع فيها قرية إلا مكثت فيها 40 ليلة، غير مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف يصدني عنها، وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. فزع منه القوم وأسرعوا وغادروا الجزيرة، وقد ذهب واحد منهم إلى نبي الأميين محمد فأسلم وحكى له كل ما حدث معه من أمر جزيرتنا. فما كان من محمد إلا وفرح بقوله فرحا شديدا، وروى حديثه لأصحابه. يقول لوسيفر عظيم الشياطين وحامل النور الأعظم: ابن الشيطان أنت يا أنتيخريستوس، ابن لوسيفر، ابن إبليس، وحامل نطفة النور، لأجلك حدثت كل فتنة في الأرض إلى يوم يبعثون. إنسي وجني أنت، صرت فخر للجن وفخر للإنس وفخر لأبيك. خلقت بين النار والطين في رحم يهودية، الأرض بإنسها وجنها لا تساوي مثقال ذرة فيك. يوشك أن يؤذن لك فيفك قيدك
فتعود وتسيح في الأرض كما كنت تسيح. تأتيها من قبل المشرق من مدينة أصفهان في إيران، وسيتبعك أول من يتبعك 70,000 يهودي، يرتدي كل واحد منهم شالا على كتفيه يقال له طيلسان، الشال الذي عرف بارتدائه كبار الماسون. من هم في الدرجة 33؟ من كونوا الصبط اليهودي 13، صبط بني صهيون، جنودك الذين جهزوا الأرض كلها لخروجك الأعظم، رؤساء دول وحكومات ومن فوقهم ملوك المال وحراس السحر، يظهرون العجائب للناس بعد أن كانوا يبطنوها، فلن يبقى على ظهر الأرض إنسان إلا اتبعك إلا قليل. من قبل المشرق ستنزل إلى الأرض، ومن أمامك شياطين، ومن خلفك شياطين، وعن يمينك وعن شمالك شياطين، وهم جنود لمقامك السامي من الجن، يكلمون الناس بأمرك، ومن وراءك يسحب سيربانت، ومن أعلاك ترفرف عباءة مستيم، تأمر السماء فتمطر، وتأمر الأرض فتنبت، وتأمر الضروع فتسمن، تميت من تشاء وتحيي من تشاء بقبضة فرس الرسول، وتأمر الجن الراصدين حراس الكنوز في باطن الأرض أن يخرجوها فتخرج لك كما تخرج يعاسيب النحل. سيرى فيك الجن والإنس إلههم فسيسجدون لك. ستعلمهم أن كلام أديانهم كله أساطير تتحدث عن أمور مشكوك في وجودها، جنة خضراء ذات أنهار وجحيم أسود ساخن. ستريهم الجنة أمام أعينهم وتريهم النار. ستريهم كيف أن من يؤمن في عهدك فإنه سينال النعيم الفوري وليس النعيم الآجل المشكوك في أمره. لا تجزع، ففور أن تقول أنك الرب فسيحاربك من يعبده الناس على أنه الرب. بقدرته سيمسح إحدى عينيك فتكون ممسوحة في وجهك غير بارزة ولا غائرة، وسيجعل عينيك الأخرى عليها ظفرة خضراء تخفي بؤبؤها فتكون كأنها عين زجاجية خضراء كأنها عنبة طافية. حينها سيعرفك عباد الرب ولن يتبعوك أبدا، لكنهم قليل ولن يؤخرك قيد أمولة. أنت المسيح وأنت إله الإنس والجن، وأنت ابني، ومن عبد ابني فقد عبدني، ومن وقر ابني فقد وقرني، ومن وقرني أنزلت عليه عطايا لم يكن حتى يتمنى أن يدركها. انزل أيها المسيح فإن لك في كل خطوة تخطوها مني بركة. انزل فامسح قائد الناس التالفة، وضع عقيدة واحدة، نظاما عالميا واحدا أنت حاكمه. انزل أيها المسيح وحقق وعدي الذي وعدته للرب قبل أكثر من 10,000 سنة، يوم نبذني لما أردت الخير لبني الإنسان، وعدته أنني بما أغواني لأقعدن لابن آدم على صراطه المستقيم، ولا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولن يجد أكثرهم على دينه، بل لأن أكثرهم سيلحقون بي إلى حيث ما نبذني إلى أرض السعير. فانزل أيها المسيح، فمن لا يقدر عملك خلال كل هذه السنين الطويلة لا يستحق الحياة.